وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى الأليمة لزيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين. هذا التكليف الإسلامي الواجب على المؤمنين اليوم، وإحنا بنص المواكب اليوم في منطقة سريع الدورة، مختلف المواكب بجدي صار لها 4 أيام تنطي الخدمة بكل رحابة الصدر، وأكيد هي مستمرة. خلي بدي ويا خدام الحسين. السلام عليكم، شلونكم يابا؟ مأجورين، عظم الله أجركم. إن شاء الله هذا عند الحسين ما يروح. سولف لي شوي عن الموقف. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. إن شاء الله المواكب يعني خير وبركة، وزوارهم إن شاء الله موجودين خير وبركة، وإن شاء الله ما نقصر ياهم بالخدمة. صار لكم كم يوم تخدمون؟ والله صار لنا أكثر من 7 أيام لنا بالخدمة. الحمد لله والشكر، وإحنا مستمرين منا لحد ما تخلص المشايع بغداد. إن شاء الله. شنو اسم الموكب؟ موكب تعسى. موكب عشاق الحسين. يا أهلا وسهلا بكم، شرف. كادر الإعلامي كافة، يعني بخدمتهم هاي جاي يخدمون هاي المواكب وهاي الزوار. فنشكرهم والله يحفظهم. اكيد هذا يابا واجبنا، بدون ما تشكرنا احنا خدام الحسين. بارك الله بيكم. الله يخليك. بعد المؤسسين تفضل يابا. السلام عليكم مؤسسين موكب عشاق الحسين، ماجورين ان شاء الله بخدمتكم. نشكر قناتكم قناه الايام على هاي التغطيه الاعلاميه لمصاب الامام الحسين عليه السلام. والله يعني الخدمه موجوده دواره، يعني 24 ساعه احنا خدمتنا. صار لكم كم سنه؟ صار لنا 20 سنه. ما شاء الله. خلي شوي نرجع بالذاكره قبل السقوط، شلون كانت اجواء الزياره؟ كانت حصره علينا الخطوه، كنا محاربين، زياره الامام كانت ممنوعه. ذكر لي شويه، ارجع لي شويه بالذاكره. شو اذكرك؟ يعني اذكرك على الركض بالعود ورانا، بالكابلات، بالمنع، بالهاي، يعني شو اذكرك؟ ويجيك كم واحد يعني من هاي الشباب اللي عالم غاسل عقولهم على هاي التيك توك والفيسبوك، يطلع لك صدام والبعثيم يطلعوهم بطل قومي، بس هو ولا بمزبله التاريخ. يعني الله لا يوفقهم كلهم كلهم، لان سبحان الله شوف خدمه الحسين باقي، هم لو يجون للتاريخ. هذا الموكب شوف ايش كبر، ايش قد عامر باهله وناسه، بدا من صندوق بيض سلك. الله وكيلك محمد كفيل، تجاره ويا الامام الحسين وكلها تمويل ذاتي. الله وكيلك محمد كفيل، لا احد ينطينا ولا شيء وما نريد. اذا هسه احنا بنعمه. نعمه فضيله، نعمه فضيله، ويا سبحان الله كل ما يحاربونا كل ما يقوى الموقف. يعني صدام ولا جو الاقوى من قاعده وداعش، والعالم تتكتل بالشارع وانفجارات وسياره. ماشي للحسين، ماشي ماشي يعني ماشي يعني ما كل ولن تمحو ذكرنا. ما تنحو ذكره، ذكر الامام الحسين ما تنحو. يعني هاي السبعة بالعمر الطويل يعني كلهم يعني باحك وقناة سئلتنا قالت وقت تبطلون خدمة؟ قلت لا لا، الله ياخذ امانتنا، بعدك وغيرنا يكمل. ليش احنا جايين نعلم ذولا؟ نكملهم، لازم يكملون الجيل الجديد، اولادك والاقارب. لازم لازم، يعني هسه تشوفي لك زائره ما اخذت لها طفل هل كبرت، تقولي له ليش هش العان قلب؟ تقول لك لا، من هسه علم على طريق الحسين، من هسه. لازم احنا لازم نطبعها بدماغنا، والحمد لله والشكر خدمة ضالة، وإن شاء الله وزود هالشباب إن شاء الله. إن شاء الله بعد خدام الموكب الله يحفظكم. تفضل يا بهناية، تفضل أن نتعرف على خدام موكب عشاق الإمام الحسين. تفضل يا بهناية، تعالي يمي أمام الكاميرا. السلام عليكم، مأجورين. السلام، الله يبارك فيك. هم تعبانين من الخدمة، صار لكم أكثر من أسبوع. ماكو تعب، احنا أولا في سبيل الله، ثانيا هاي ثقافة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين ضحى بحياته وعائلته وأصحابه، المود هاي المسيرة تبقى، المود أنه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ماكو تعب. اليوم الامام الحجه سلام الله عليه اكيد هو رغم الحزن اللي هو به لكن يفخر بوجود هذه الخدمه للزوار. اكيد احنا عندنا يقين انه هو حاضر يانا ويتابعنا ويدعي على الله سبحانه وتعالى انه يسدد خطانا، وان شاء الله الكل يعني خدام، ناس بسطاء، اعلاميين، القوات الامنيه، الكل في سبيل الله، في سبيل رساله الامام الحسين عليه السلام. ان شاء الله نشوفكم كل عام. الله يحفظكم. ان شاء الله يحفظكم. السلام عليكم يا رب. تعال تفضل. ما الله واديت، احنا جاي نخدم زوار ابو علي وقائمه بالخدمه مالتهم، ولبن ودولمه وخير من الله، وغدا وريوق زين، وب 12 بالليل هم نوزع باجله ولبلبي زين. السنه اللي طريق الزوار اختلف، يمشون بالليل يمشون الصبح، فانتم تحضروا لهم باوقات بالليل احنا بالاوقات الظهر والصبح وبالليل. اي واحد زاير يجي تعبان ما عنده فلوس، مريض، صيدليه عندنا، ونقوم بالواجب مالته. ان شاء الله ماجورين ان شاء الله. اكو هوسات؟ اي نعم.
يقول ليش الشمر بس يباوع علينا، اخاف ان لا يجينا ويضرب سكينا. ليش الشمر بس يباوع علينا، اخاف ان لا يجينا ويضرب سكينا. تمرج اليوم شالوا اهالينا، ومشانا بقهر ويضيم حادينا، ومشانا بقهر ويضيم حادينا. يماشينا ذباح اخواني، يماشيني ذباح اخواني. حسين هاي انت تكتب له وتحفظ؟ لا والله جيت اقراها من شف. شنو التعزيه تقول؟ والله بس اقول اللهم عجل وليك الفرج بس هاي. بارك الله فيك، ان شاء الله مقبوله منكم. اكيد احنا مكملين، الخادم هنايا صوته ما شاء الله، احنا قعدنا ودا يدعو الزوار. وماما انت من موكب ثاني، شنو اسم الموكب مالتك؟ انا موكب انصار الحجه، عجل الله فرجه. حافظ قصيده؟ يرد. بس شوي امام الكاميرا. يقول ارد يا حسين بضعونك المن رايح الكربله، وادي ما يحبونك من هسه استعد حرملك، وادي ما يحبونك من هسه استعد حرملك. تحب القصائد تسمعها تحفظها؟ اه ما شاء الله. ايه. تقرا علمه، تقرا الاطفال بعمرك، مسوي موكب، سولف شور، اقرا شور. اي مثل كربله وسيد فاقد. ايه. مرتضى حرب. اي هم تحب تسمع لهم؟ تسوي نفسهم. زين منو يشجعك على كله؟ شجعني جماعتي وهاي اساس على المنابر انا. اي ان شاء الله تقوي نفسك اكثر، ان شاء الله موفق. شكرا ماما الله يحفظك. السلام عليكم يا ابي، ماجورين ان شاء الله، عظم الله لكم الاجر. واجرنا واجركم ان شاء الله، رحم الله والديك. احكي لي انت جاي من الشايل وخادم؟ والله انا جاي من محافظه دياله، قضاء الخالص. صار لك كم يوم تمشي؟ صار لنا يومين ان شاء الله. شلون شفت الطريق؟ والله الطريق كله زين، خدمه خير من الله، المواكب ورحمه من الله. اي وتسهيلات هواي الطريق، وماكو ماشي من ابد صعوبات. اي الحمد لله. شو كنت تتوقف عن المشي؟ والله ان شاء الله ما نتوقف الا يم سيد الاحرار، يم الحسين. اقصد مو هذا العام، السنوات القادمه. احنا صار هاي سنتين نمشي والحمد لله والشكر ما شفنا اي صعوبه بالطريق، دائما التسهيلات. اي ما نلقى صعوبه يعني الحمد لله، من ناحيه المواكب يعني الخدمه خير من الله. البيوت تحسون بتعب؟ انت مو قديم بالمشي، تقول انا صار لي سنتين بس امشي. انا صاحب سياره بس يعني صار سنتين امشي. يمكن نسويها خدمة توصل الناس، اكو هواي ناس خصصت سياراتها توصل مجانا وتجيب زوار. اي يوقفونا يوصلونا مجانا مكان اللي نريده، والمبيت تلقونا اللي يضيفونا، ويعني احنا بدلال ونعيم الحمد لله. الحمد لله والشكر خير من الله، يعني تلقين يعني تحسين اللي يضيفك بالبيت مالته كانه تحسين ببيتكم والله، وكلها تخدم يعني تطلب الزائر خدمته. رحم الله والديك يا ابي، ونسالك الدعاء توصل بالسلامة. الله يسلمك، رحم الله والديك. السلام عليكم يا ابي، ماجورين ان شاء الله، عظم الله لكم الاجر والزائرين والخدمه المباركه، الخدمه تبع عبد الله الحسين، وموفقين على هاي الخدمه وعلى هذا اللقاء، والله يوفقكم. وين انت؟ من الخالص. من الخالص. خالص صار همين يومين وكم يوم تمشي؟ صار يومين. كل اهل الخالص صاروا يومين يمشون. والله الخالص وهسه مناطق متفرقه جات تطلع، يعني بقسم من بغداد وقسم من الخالص وقسم من الحسينيه وقسم من شهربان، حتى يجددون هذا العهد والولاء للامام الحسين سلام الله عليه، ويكون تجددهم حسب معرفتهم، تجدد عقائدي، تجدد روحي، تجدد قلبي للامام الحسين سلام الله. تقول تجدد يعني كل سنه عندك شيء يتغير، شنو اللي يتغير السنه؟ والله اهم شيء يتغير بالانسان نفسه. والله لازم يغير نفسه، يحكم نفسه، يحكم عقله، يحكم قلبه، يجي لابو السجاد سلام الله عليه مو انسان عادي، يعني هذا اللي يجي لازم عارف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار الحسين عارفا بحقه كانما زار مع رسول الله الف حجه. انت وياك من وياك يمشي؟ اهلك، اصدقائك، اولادك؟ اصدقائي وابني، هذا ابني وهذا ابن خالتي وهذا ابن عمي. ما تمنع احد من يريد، خاصه الاطفال يحبون يمشون. النساء كلهم فدوه و
زينب سلام الله عليها. النساء الأطفال الرجال يتأسون بحبيب ابن مظاهر سلام الله عليه وجون وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه اللي ما لهم مثيل بكل هاي الدنيا. بارك الله بيك وإن شاء الله توصل بالسلام ونسألكم الدعاء. موفقين على هذا اللقاء. الله يخليك يا أبا أحمد الله وعديك. أكيد أحبتي المشاهدين يعني مختلف المناطق اللي بدت في بغداد. سلام عليكم يوم شلون الصحة مأجورة إن شاء الله. من وين أنت من وين؟ من الزعفرانية. من الزعفرانية مأجورة إن شاء الله. تفتيش. عفتفتيش. تفتشون إن شاء الله. هذا عندكم هنا يا هاي صارنا خدمة الزوار خدمة الحسين إحنا كل سنة وكل عام. كل سنة أنتوا تفتشون. إحنا هنا مكاننا هنا على السريع. هنا يمي أنتوا متطوعة خلنا نعرف أكثر تفاصيل هذا التفتيش. يوم لا تخجلي بالكاميرا هذه كلها خدمة للإمام الحسين سلام الله عليه. إن شاء الله خدمة الحسين. سولفي لي شوية يعني إحنا اللي نعرف أكو خادم أكو زائر أكو ينطي مادة معينة بس يمكن التفتيش ما حاكين بيه. لا إحنا خدام. إحنا خدام يعني كل سنة أم محرم وزيارة أبو الجوادين موسى الكاظم إحنا نطلع خادمات يعني. أي. شون تأخذون التعليمات شون تطوروا من نفسكم أنتم مهمتكم شوية صعبة إرادة لها دائما انتباه إرادة لها يعني أكو تعليمات معينة تأخذوها من جهات إحنا مو جدد على الشغلة صار لنا من 2009 إحنا هاي شغلنا يعني بالأربعينين نطلع خادمات وبالزيارة الكاظم هم نطلع أي نخلص الزيارة ونعرف شون نفتح إحنا نسوان كل إحنا يعني كبار ونعرف نعرف نفتش صاركم كم يوم إحنا صارنا اليوم ثالث يوم شلون شفتي الزخم الزيارة الأجواء الزيارة كلش حلوة والزخم إن شاء الله أكثر إن شاء الله إن شاء الله بتروحين مشاية طبعا من نخلص هنا نخلص المواكب إحنا رأسا نروح وين القطع ننزل نمشي ما شاء الله بعد أنتوا خدمة وتروحون تزورون إن شاء الله بعد أمر الله إن شاء الله شكرا يوم شكرا سلام عليكم يوم مأجورة إن شاء الله شوية كاميرا من وين يوم البلديات اليوم مشيتي؟ اليوم مشي الساعة 4 شلون شفت الطريق؟ خير نعم شفت الخدمة زائرين خدمة خدام مخلصين كم سنة تمشي؟ صار 30 سنة ما شاء الله يعني من نجف نجف كربلاء على طويريج أمشي يعني أنت كنتي تمشين من وقت النظام البائد؟ أي والله شلون كنتي تمشي؟ أمشي بصعوبة وبس ما أطعن الحسين لأي واحد من عدتهم أبد شنو صارت لك مواقف؟ خليني أتذكر ذيك الأيام واحد موقف واحد نزلوا علينا القوات الخاصة و منين جاي قلت له جايين من الكوفه قال لي من قلت له قلت له انا شو ادري ادري هالك ما ادري انت استدرجك بالكلام قلت له انا ادري يا ايش ما ادري هالك قلت له قال لي من جاي قلت له رجل مريض جاي ادعي له بس الله والحسين اداهم وقفوا لنا سياره وركبونا طلعنا حسين نجات اي نجان الحسين بس هذا الموقف بس مشينا مشيت ايش اقول لك صار لي هاي السنة الثالثة من أطلع. كنت دائما تطلعين من طريق النجف. نجف على طويريج. وعلى يعني على الجزائر. بالبساتين. بالبساتين والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. بعتهم الناس اللي كانوا يستقبلوكم تروحوا لهم؟ اي موجودين. كانوا يخبوكم موجودين. اي موجودين. الله يطول عمرهم. إن شاء الله عوائل اي والله مشكورين. والله ديمها إن شاء الله على هاي النعمة. إذا هسه احنا بنعمة. واي ناس تشيل هاي النعمة للأسف نعمة كبيرة الحمد لله الله يديمها علينا احنا دائما ندعي بعدم زوال هاي النعمة الله ان شاء الله الله لا يزولها من عندنا ان شاء الله تزيد ما تنقص انا اوصيش تدعي لنا يوم ان شاء الله ستر وعافية لكل محبين الحسين وكل واقف على هذا الطريق ومن خدم من مؤسسين من منتسبين ستر وعافية ان شاء الله وعودة ويعطيك كل ما تتمنين رحم الله والديك يوم حب الحسين رحمة الله حبيبتي يوم بدوى لعمرك الله يحفظك إن شاء الله مأجورة أكيد راح نكمل وأكيد إحنا مستمرين بتغطيتنا من قناة الأيام لكن نحول إلى الزميل عباس رشيد من نجف الأشرف السلام عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الإمام الحسين عليه السلام وجعلنا من المطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه مستمرين ومفتخرين بهذه الخدمة قناة الأيام الفضائية من كل المحافظات وكل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة اليوم متواجدين بطريق يا حسين طريق النجف كربلاء حتى ننقل هذه الرسالة الرسالة المهمة والحدث الأبرز على مستوى العالم والهوية الوطنية العراقية الخالصة وهي زيارة الأربعين عليه السلام الأعداد
ما شاء الله بتوافد وتزايد مستمر من كل البلدان وكل المحافظات العراقية. الأخوة من محافظة البصرة، حياك الله. الله يسعدك. الله أعمالكم. أعمالنا وأعمالكم ومأجورين طريق الأجر والثواب. الله يحفظكم. الله يحفظكم. طريق يا حسين، هذا الطريق ايش قد صار لك عليه أنت؟ كم سنة صار لك؟ صار لي بالعشر سنين أجي مشاي، بس السنة نزلت من النجف وجيت مشاي. والله بخير ونعمة ودولة. هي الانطلاقة الأولى تبدي من يومكم من البصرة؟ من البصرة، لا فوق من البصرة، من البيشة. من البيشة من الكربلة. والله أنا بالعشر مرات جاي مشاي، بس السنة نزلت من كربلة، من النجف إلى كربلة. إيش يختلف من مرة إلى مرة؟ عشر مرات هم فترة مو قليلة يعني. لا والله جبنا الطريق كله خير ونعمة ودولة. الخدمات ماشية، وعساك ما تقول على قولت تقول أخ، الدكاترة الخدام قايمين قوموا بالزوار. الله يوفق الكل. أنت ما أيوة. جاي وحدك، الأخوة هم جايين وياك. هم أخويا قبل الله. قبل الله أعمالك. أهلا وسهلا بك. من البصرة؟ أي أخويا من البصرة. أهلا وسهلا بك. طريق يا حسين. نعم. أنا سألت أخوي قال لي عشر مرات أنا جاي مشارك بهذه الزيارة. سألت عن الاختلاف، انت شخصيا ايش كم مره جاي مشارك الزياره؟ جاي هواي. اي جاي هواي، والخدمات يعني نعمه خير من الله. شنو اللي يبقى بالك من هذا الطريق لما تجي زياره وترجع للبيت؟ والله يعني هالخدمات هاي، يعني الخدام يعني جاي يفاجئونا يعني بهاي الخدمه العظيمه. ايوه الله يتقبل عنك. البصرة هواي اليوم. الله يحفظ الجميع. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. ويا الاخوة انت جاي؟ اي والله كل احنا واحد. زين. ان شاء الله بالعراق كله ان شاء الله. ان شاء الله كل احنا واحد. اي والله. جاي اكو اصدقاء بعمرك جايين؟ اي طالعين وياي، ستة احنا، ست نفرات. وصلوا لو بعدكم كلكم بالطريق؟ لا والله نصنا هسه. زين. إيه؟ توصلون بالسلامة. الله يسلمك بعد روحك. بالسلامة. مهمة الشباب وياكم جايين. لا نعمة خير من الله كثيرة والله. زين. زوار كثيرة البصرة خاف اقول لك كلها فزعت. اي وصغارها والله. ما شاء الله. اي والله. خير. الله يتقبل اعمالكم. توصلون بالسلامة ان شاء الله. نسالكم الدعاء. الله يحفظكم. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما نتابع كل المحافظات بالسلامة ان شاء الله، كل المحافظات موجودة بهذا الطريق، كل الدول متواجدة بهذا الطريق. شفنا مختلف الجنسيات، جنسيات الآسيوية، جنسيات الأوروبية، مختلف الطوائف والقوميات والدينيات كلها تشارك بطريق يا حسين. يعني الأعداد ما شاء الله تقبل الله زائر. والله منك صالح الأعمال إن شاء الله. أي محافظة حضرتكم؟ من الأحساء، سعودية. أهلاً وسهلاً بكم. تشرف. تشرفنا. نعم. أهلاً وسهلاً بكم. حياكم الله. حياكم الله نبي. طريقكم شلون كان من السعودية؟ جيتوا عن طريق البر، عن طريق الجو؟ الحمد لله رب العالمين. عن طريق البر؟ عن طريق البر. مشاركين سابقا بالزياره الأربعينية؟ الحمد لله ان شاء الله كل سنه ان شاء الله. لنا 8-9 سنوات الحمد لله. كاتبنا الحسين سلام الله عليه وان شاء الله ما يقطع عندنا الزياره. وان شاء الله شنو السنة كل سنه. طلبك مع الامام الحسين اللي تردده دائما على طول هذا الطريق؟ ان شاء الله انه ما ينقطع للابد ان شاء الله، وما ننحرم منه يا رب العالمين، لا في الدنيا ولا في الاخره. برزقنا ان شاء الله في الدنيا زيارته، وفي الاخره ان شاء الله شفاعته والمؤمنين والمؤمنات. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظكم. شاكرين لك. السلام ان شاء الله. حياك الله. اهلا وسهلا. من وين؟ انا من بغداد، من حي العدل. من بغداد. نعم. من حي العدل. اهلا وسهلا بك. شلون شفت الطريق؟ طريق يا حسين هذا اليوم الطريق اللي يعني كل شارك به. طريق يا حسين يعني ننتظره ساعه ساعه. ساعه ساعه. هذا الطريق خطوه خطوه، دقيقه دقيقه نحسبه. طريقة تحس نفسك كأنه أنت ماشي للجنة، سلام الله ماشي لأبا عبد الله. تحس نفسك أنت بالجنة، تحس نفسك أنه الله فعلا راضي عليك، تحس نفسك أنه بهذا الطريق يعني كل ما تمشي خطوة كل ما ذنوبك تقل، كل ما تتقرب خطوة من الإمام سلام الله عليه. فهذا الطريق يعني ما ينوصف، يعني شو أقول لك، من الكرم، من الخدمة، من الدين. يعني تحس نفسك أنه أنت في يوم عاشوراء في مخيم الامام الحسين سلام الله. انت مشارك سابقا بهذا الطريق زاير قبل؟ انا سنه من بغداد امشي، وسنه من النجف. هاي تقريبا صار خامس سنه او رابع سنه امشي من النجف. زين. بين سنه امشي من بغداد وسنه امشي من النجف. انا عندي سؤال لك، هذا الطريق شنو اضاف لك طريق الامام الحسين والاستمرار بهذه المسيره؟ الاستمرار بطريق الامام الحسين اولا ضاف لي الصبر، من تمشي مسافه بعيده ورجلك تألمك تضيف لك الصبر على كل شيء، على المصيبة، على الجزع. ثاني شيء هذا الطريق يعلمك الأدب، يعلمك الأخلاق، يعلمك شلون تضحي مثل ما ضحى الإمام الحسين سلام الله. بارك الله بك. توصل بالسلامة إن شاء الله أخ عزيز. حياكم الله يمه. تفضلي.
حياك الله. اليوم الصغار وياك؟ نعم، عائلتي كلها وياي. كل العائلة؟ كل العائلة. الله يحفظكم إن شاء الله. ليش ذولا جايبتهم؟ عمرهم بعد صغير يعني هم؟ بعد هم من واس سيدة زينب عوائلة. سلام الله عليك. سلام الله عليك. نعازي. من أي محافظة أنتم؟ من البصرة. من البصرة، حياكم الله. بعد قلب. شلون الطريق؟ الوضع شلون؟ نعمة من الله. زين الحمد لله والشكر. بمن تواسين السيدة زينب؟ واسيها على اخواتها، نواسيها بالصبر، نواسي بكل شيء، نواسيها. السيده زينب عظيمه. اكو مجالس على طول الطريق هذا اللي انتم مشيتوا به؟ اي اي شاركتوا في مجالس السنيه؟ اي كل مجلس ندخل به نساء، مجالس مال النساء. اي وكل حسينيه، كل هاي مجالس حسينيه ويطن مثل هاي محاضرات على كل شيء، على الحجاب، على الوضوء. ما تقولي للسيده زينب؟ شو اقول لها مثل؟ شلون مثل يعني؟ لو انه السيده زينب تسمعك شنو؟ اي نقول السيده زينب احنا جاي نواسيك وعلى اخوتك، نواسيك على الصبر، صبر السيده زينب. سلام الله يتقبل اعمالك. بعد قبل ما حبيبتي هسه نطلع. السلام عليكم. السلام. عندكم قصيده قلتوا؟ ها هاي يلا يلا حبيبتي تعالي صير هيك على الكاميرا، على الكاميرا، على الكاميرا. يلا شنو اسمك؟ شريفة. إن شاء الله سائر على طريق الإمام الحسين وراح تسمعنا قصيدة. عباد شايلك عين حلوة صفن بيحسين خيعونه، لو يوسف وبكتك كان يقبل كبار خجران لعيونه. عافية بعد نو عيديها. عباد شايلك عين حلوة صفن بيحسين خيعونه، لو يوسف وبكتك كان يقبل كبار خجران لعيونه. وين رايحة أنتي؟ مشاية الحسين. مشاية لمرشد. أم الله أجورنا وأجوركم مشاهدي قناة الأيام الفضائية بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. وافيكم الآن من مدخل مدينة الكوت من طريق الرابط من قضاء الصويرة باتجاه من قضاء زرباطية باتجاه باتجاه مدينة الكوت عبر قضاء جصان وأيضا مركز المدينة. ما زالت المواكب الحسينية أيضا مستمرة بتقديم الخدمات على مدى 24 ساعة. هذا الطريق الرابط أو الطريق الرئيسي الذي يربط من ناحية زرباطية مرورا بقضاء بدرة ومن ثم قضاء جصان وصولا إلى مدينة الكوت. في الأيام يعني السابقة كانت المواكب الحسينية منصوبة داخل منطقة الخاتشية، لكن بعد تحويل مسار هذه الباصات ومسار الشاحنات عبر الطريق الحولي يعني بدون دخول مدينة الكوت إلى السيطرة الخارجية لمدينة الكوت، أغلب المواكب الحسينية قامت بنقل مواكبها إلى هذه النقطة. ما زالت يعني محافظة واسط ومدينة الكوت تشهد ذروة بعدد الوافدين عبر المنفذ الحدودي منذ الأسبوعين الماضيين، وإلى حد هذه اللحظة وفق إحصائية هيئة المنافذ الحدودية تم دخول قرابة 1,700,000 زائر إيراني خلال يعني الأسبوعين الماضيين. فيما يخص الـ 24 ساعة الماضية تم دخول قرابة 160,000 زائر إيراني. على صعيد المغادرة، المغادرة بدأت مبكرا هذا العام، إلى حد هذه اللحظة تم مغادرة ما يقارب 350,000 زائر إيراني. بالنسبة لعدد الوافدين عبر المنفذ ما يقارب 150,000، والمغادرين يوميا يعني 50,000، يعني قرابة الربع مليون إنسان يمرون عبر هذا الطريق الذي تشاهدونه خلفي. المواكب الحسينية في مدينة الكوت تعمل على مدى 24 ساعة وعلى قدم وساق لتقديم الخدمة لضيوف أبي عبد الله الحسين المعزين بذكرى أربعينية أبي الأحرار. والحديث أكثر حول ما يقدم في المواكب الحسينية ينضم إلي أحد خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم. عظم الله أجوركم. أجورنا وأجوركم. وفقكم الله. فيما يخص يعني الخدمات المقدمة للزائرين، هذا الموكب يعني إيش قد صار للنصب هنا؟ شنو اللي قدمه يعني خلال هذا الموسم؟ إيش قد صار بتاعي؟ كم يوم صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد عز العالم الإسلامي وراجعنا العظام باستشهاد بالأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هذا الموكب مثل ما تفضلت جزاك الله خير، بأن هذا الموكب قرابة الخمس سنوات إلى ست سنوات يعني تم بناء هنا إن شاء الله. وقبل يعني كان موكبنا مسافة بعيدة، ولكن الطريق الحولي المحاذ الآن أنشأ حديثا، ويعني سيارات سابقا سير الزوار كان من هذا الطريق،
موكب يعني عامر خلال هاي الايام ان شاء الله، وايام العوده بسلام احنا همين باقي. نعم نحن واياكم منذ يعني الايام الماضيه يعني خلال هذا الشارع يعني من مدينه الكوت الى سيطره بدره، المواكب يعني حتى في اوقات متاخره من الليل بعد الساعه 12، شلون نسقتوا جهودكم؟ تقسمتوا شفتات؟ لو شلون يعني الاليه اللي حتى تقدمون الخدمه على مدى 24 ساعه؟ اخي العزيز هاي الخدمه يعني يتسابق عليها عامه الناس وكافه الاطياف نقدر نقول. بالتالي خدمة الحسين ننتظرها سنويا احنا خلال هاي العشر ايام وخلال العشرين يوم. بالتالي هذا الخدمة والتنسيق يكون يعني عن طريق هيئة المواكب، ولكن اغلب المواكب حاليا يعني بجهود الامام الحسين وخلال الاهالي يعني المتبرعين التجار قمنا بهذه الخدمة يعني وجمع الاموال سبحان الله يعني تكون من لا تكون. من حيث لا تكون تجيك الأموال، فبالتالي يعني يشوف العمل مالتنا صباحا مساء ليلا، وبعض المواكب يعني تسارع حتى بعد إن شاء الله يعني انتهاء الزيارة خلال 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، يشوف يعني بعض المواكب لا زالت موجودة وتقدم الخدمة للزوار وعلى مدار اليوم يعني صباحا ومساء وليلا. وهذا اللي قدمناه يعني ابرز الاكلات اللي تقدموها بهذا الموكب هي اكلاتنا العراقيه الشعبيه، شنو ابرز الاكلات يعني اللي تقدمونها؟ اخي العزيز احنا بالنسبه للاكل العراقي طبعا لا يعلى عليه، فهم الايرانيين ما شاء الله تاقلموا ويا اكلنا. الصباح يعني نقدم البيض والاجبان، الغداء نقدم التمن والمروقات، عندنا مثل ما يقول اهلنا التعلوله العصريات همين فد اكلات بسيطه، والعشاء عندنا المتوارد يعني لفات. فيما يخص يعني ارتفاع درجات الحراره، الزياره الاربعينيه هذا العام يعني في يعني شلون احنا نسميها بلبه الصيف، فالجو كلش حار، شلون تعاملتوا ويا هذا الجو الحار بالنسبه لموضوع الثلج والمي البارد؟ اليوم الزائر يجي عطشان، فاول ما يدور عليه هو المي البارد او اللبن او العصير، شلون وفرتوا ماده الثلج؟ شوف سبحان الله ان حب الامام الحسين الصور يعني بعدهم كل البعد عن حراره الشمس هسه حاليا هاي بدون مبالغه. اما من ناحيه الثلج يعني متوفر بدرجة وبكميات يعني كلش كبيرة، أما إحنا كيفية يعني معالجة المي وهاي مسيطرين عليه من كل النواحي، بالإضافة يعني الشباب والأخوة بعض الخيرين يعني قدموا لنا الماء بكميات كبيرة وكافي ويوفي بالغرض المطلوب أصلا. أما الثلج متوفر، حرارة الشمس يعني كيفنا وياها وتأقلمنا وياها يعني إن شاء الله الأمور طيبة. وقت المساء يعني وقت المساء أو وقت العشاء تقديم الطعام للباصات القادمة من المنفذ الحدودي باتجاه مدينة الكوت عبر الطريق الحولي أكيد، هذه الباصات يعني أغلبها أنه يكون مستعجل أو ماكو مكان حتى يطبق الباص مالته يتم التوزيع على الماشي، وبالتالي راح يصير يعني زخم على الشارع أو زحام مروري. أنا متعامل أصحاب المواكب نظموا حركة المرور لمساعدة رجال المرور؟ أنا ما أنكر يعني أن مساعدة الشرطة والتنظيم السير يعني للعجلات يعني قدموا خدمة وأفلحوا بهذا الأمر وجزاهم الله خير. أما شغلة الزخم والعجلات فهذا الأمر مسيطر عليه ولكن مو بالمستوى المطلوب بسبب الزخم وعدد الزوار واتجاه يعني كافة العجلات من أغلب المحافظات، يعني يعتبر منفذ مهران هو منفذ يعني أساسي بأكمل صورة يعني اللي نقدر نوقفها. يعني إذا تقرأ زميلي تلاحظ أن المساحات موجودة هنا يعني، بالتالي الباصات الكبيرة اللي هي إيرانية ممكن تتوقف وممكن بعض الأخوة ما يتسارعون يعني للتوجيه بالغذاء لهم. فيما يخص يعني منفذ زرباطية مهران، هذا المنفذ راح يبقى شغال إلا ما بعد الزيارة، يعني تعرف أنه بعض الزائرين الإيرانيين أيضا يعني عندهم دوام وارتباطات راح ممكن يجون بيوم الزيارة، ممكن بعد الزيارة بيوم، كذلك المغادرة راح تستمر أكيد لعشرة أيام أو أسبوعين بعد الزيارة، يعني هذه الأعداد الكبيرة شلون راح نقدر نقدم لهم الطعام؟ يعني المواكب راح تبقى مستمرة أم راح يعني مثل ما نقول يشيل الكربلاء؟ خذها من عندي، الطريق من بداية محط الزائر في أرض العراق إلى نهايته هي خدمة، فما راح يتوقف إن بأرض كربلاء راح يكون زخم وبأرض الكوت يكون زخم. هنا أكو سلسلة أعمال يعني سنويا تكون عند أصحاب المواكب بأن إذا شافوا الأعداد هنا قلت بالتالي راح يقدمون المواكب إلى الشومالي إذا حضرتك واصل أو بعض الأخوة عندهم يعني معلومة عليه، من بعد الشومالي إلى الحلة، من بعد الحلة إلى كربلاء إن شاء الله، ومتواصل المواكب يعني هذا الأمر ما ينقطع إن شاء الله. فيما يخص يعني خلية زيارة الأربعين، الخلية المشكلة من قبل الدوائر الخدمية الحكومة المحلية اليوم يعني اكو توفير التيار الكهربائي بالمواكب في حاجه يعني في حال حصول يعني او حاجه الى ماء يعني بالصهاريج يوصلكم الصهاريج، ايضا رفع النفايات شلون جاي يتم؟ اكو تنسيق بينكم وبين الخليه؟ اخي العزيز بالنسبه للماء يعني الماء
ما ننكر أن جهود بلدية واسطة يعني أدعمونا في بعض الأمور بالدناكر الماء ما متوفر في هذه المنطقة، شوفها منطقة صحراوية بعد الخدمات ما واصلة، بس ما يعني أن الجهود مبذولة من قبلهم جزاهم الله خير، يعني دعمونا ببعض الصهاريج. أما وضعية الكهرباء، كهرباء تعرف أن كهرباء العراق ما منتظمة، فبالتالي إحنا دعمنا يعني بعض الأخوة دعمونا بالمولدات، منهم الأخ كرار المياحي موجود هنا، أنا دعمنا مولدين جزاه الله خير. فيما يخص الزائرين الإيرانيين، يعني بعض الزائرين يعني عند دخولهم لمدينة الكوت كبار السن او يعني اللي عنده اطفال، فراح يكون مرهق او متعب، يعني ما بيحل يطلع قبل الكربله، لازم يرتاح ليوم. اليوم هاي بيوتكم كانت مفتوحه، بيوت اهل الكوت، يعني بعض الزائرين يجون هنا لهذه النقطه ممكن يبات بالكوت لو مباشره يطلع الى كربله. اجبرتنا اخي العزيز وزميلي بهذا السؤال، وانما هذا يكون يعني مثل ما يقول شلون سر بين اهل الكوت وبين الله ان البيوت. ولكن اجابه على سؤالك، ان اهل الكوت مستحيل ان تلقى بيت من بيوتات الكوت او مثل ما يقول فد مزار او فد حسينيه مسدوده في وجه الزائر الايراني او في وجه الزائر العراقي بالاول. فبالتالي هنا اشوف بيوت العراقيين وبيوت اهل الكوت بالذات يعني مفتوحه عن بكره ابيها. عظم الله اجركم، موفقين ان شاء الله. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المباشره لهذه الزياره، هذه الزياره الكبيره نحو كربلاء المقدسه بمناسبه ذكرى اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. فيما يخص منفذ زرباطيه الحدودي منذ الاسبوعين الماضيين والى حد هذه اللحظه، ووفق الاحصائيات الرسميه من قبل اداره المنفذ، تم دخول اكثر من 1,700,000 زائر ايراني. من المتوقع خلال الأيام القادمة وحتى يوم الزيارة دخول قرابة 3,000,000 زائر إيراني عبر منفذ زرباطية الحدودي، أي 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ. فيما يخص الـ 24 ساعة الماضية، تم دخول خلال الـ 24 ساعة الماضية قرابة 160,000 زائر إيراني. أيضا فيما يخص المغادرة خلال الـ 24 ساعة، تم مغادرة 50,000 زائر إيراني. على صعيد المغادرة بشكل عام من الأسبوعين الماضيين أو الأسبوع الماضي إلى حد هذه اللحظة، تم مغادرة قرابة 400,000 زائر إيراني غادروا البلاد عبر منفذ زرباطية، عبر هذا الطريق الذي يربط بين مدينة الكوت وصولا إلى ناحية جصان، وبعد ذلك قضاء بدرة، وبعد ذلك ناحية زرباطية والمنفذ الحدودي. ما زلنا وإياكم وهذه التغطية المباشرة وشبكة مراسلي قناة الأيام الكوت، ولزملائي الذين يتواصلون مع شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية. وكما عودناكم في الأيام السابقة خلال تغطيتنا المباشرة لهذه المسيرة المليونية، هناك تواصل مستمر من خلال قناة الأيام وبرنامجها الميداني شبكة مراسلين اللي منتشر على الطرقات المؤدية إلى كربلاء المقدسة من أقصى جنوب العراق، من الشلامشة، زرباطية، كربلاء، وأيضا اليوم إضافة جديدة من منطقة الدورة من مدينة بغداد والحلة الفيحاء، وعلى الطرق المنتشرة على طريق يا حسين. نحن في النجف الأشرف نهاية طريق يا حسين، وأيضا لي أحد الزملاء في الطريق اللي قدام ظفر موجود، وننقل هذه الصورة الحية المباشرة للمسيرة المليونية المنتشرة الواصلة إلى كربلاء المقدسة. والشاهدون خلفي مختلف الجنسيات مختلف اللغات ينطلقون من النجف الأشرف. والآن نتحدث عن الزيارة في القمة في الذروة، وهكذا هي الزيارة المليونية، مختلف الجنسيات من عموم محافظات البلاد، من العالم الإسلامي، دول الخليج والدول العربية. معي أيضا أحد الأخوان من الإسعاف الفوري. السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر، أجورنا وأجورنا بصلاة السيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. يعني حقيقة شاهدكم قبل ما أتي إلى البث، وأنتوا واقفين على الشارع ومجهزين أموركم وتواصلون لي بالنهار لخدمة الزائرين، ولا سامح الله تحسب لأي طارئ؟ الحمد لله والشكر، احنا حاليا ما يقارب 120 سيارة إسعاف منتشرة على كافة من الطريق، من بداية عمود رقم 1 ومن بداية مجسرات ثورة 20 إلى حدود النجف إلى دخول كربلاء. مجهزة سيارات إسعاف كاملة التجهيز، وسيارات أيضا موفدة من بغداد وبقية المحافظات إسنادا إلى سياراتنا، والحمد لله والشكر ما صار عندنا أي حادثة أو أي خطأ. الحمد لله. الحمد لله. وهذه جهود مضافة أيضا، أنتم خدمة الإمام الحسين. نعم، نحن خدمة الإمام الحسين والإمام المهدي إن شاء الله تعالى.
عجلات على فرجه الشريف. كل التوفيق إن شاء الله لك ولجميع الأخوان في دائرة الصحة في وزارة الصحة لما تقدم من خدمات جليلة لخدمة الزائرين. حقيقة شاهدنا المستشفى الميداني، شاهدنا المستشفيات المجهزة حقيقة وإخلاء أماكن خاصة للطوارئ، شاهدنا ما تقدموه، وهذا إن شاء الله في ميزان حسناتكم. في ميزان حسناتنا وكم إن شاء الله. عندنا مراكز إخلاء تقريبا إحنا على طريق طول الطريق ومستشفيات ميدانية أيضا، والكثير من المستشفيات مجهزة لحالة الطوارئ هذه إن شاء الله. أحسن جزيت خيرا أحسن. معي مشاهدين كرام، أنا كنت أتمنى طه، سلام عليكم، شلون صح يا حبيبي؟ كنت أتمنى طه يقدر يفر لي كاميرا ونطلع موكب شهيد بهشتي أهالي زنجان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا ما تحدثنا، هناك الكثير من المواكب اللي جاءت من خارج العراق من الدول الإسلامية، وهذا أحد المواكب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حبيبي موفقين إن شاء الله على هذه الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا إن شاء الله حبيبي، معجورين في خدمة الزوار الحسين عليه السلام. التوفيق إلى الشعب الإيرانية والعراقية وكلهم لخدمة الزوار الحسين عليه السلام إن شاء الله. هذه أول سنة، ثاني سنة، أي سنة تخدمون؟ لا كثير كثير، يعني كثير لخدمة الزوار الحسين عليه السلام. كم سنة صاركم هنا؟ لا تكلم يعني، يعني الأخ لا يحسن العربية بكثرة ولكن يستطيع أن يوصل الفكرة. نعم ستة يعني ست سنوات. تمام يعني تمام ست سنوات. نعم نعم نعم. من الذين معك في الموكب؟ أصدقاء أخوان من؟ نعم إخوان والأنصار الهيئة الحسيني في الزنجان، زنجان بايتخت الشورى، شورى الحسينية في الزنجان إن شاء الله مأجوري. ماذا تقدمون للزائرين؟ كثير الحمد لله. الحمد لله. إيه الحمد لله. الشرابات والعصائر. نعم 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 إن شاء الله مأجورين حبيبي. كل التوفيق إن شاء الله. إيه حبيبي إن شاء الله. مأجورين مأجورين يا حبيبي. معي أيضا خادمة صغيرة عينها أمام الكاميرا في الموكب وتقدم. شوين مالت الشاي مالت الماي؟ خلصت؟ أي. شو تسوي بالموكب؟ أخدم وأترس مالتي ماي ووزع بيه الزوار. الزوار وإحنا دومي نسوي هاي. عيش على الكاميرا. إيه وإحنا دومي نسوي يعني هاي أكل الزوار وهاي. بيتكم قريب؟ إحنا ما هذي لا يعني يم بيتكم؟ لا إحنا بيتنا لنا بالرميثة، جلنا لأن أنا لموكب جدو على مود نخدم. أنتم من أهل الرميثة وجيتوا موكب جدو؟ إيه حتى تقدمين الخدمة حبيبتي موفقة. وبعد شو تخدمين الزوار؟ يعني أخدم شاهوة يعني اليوم إحنا هسه وزعنا بطيخ هسه استعنا وزعنا وبدر راح نوزع شو اسمه حلاوة. عشتيلي تسلميلي يا أصغر خادمة في الموكب، تسلميلي حبيبتي. روحي كملي توزيعك كملي توزيعك. مشاهدي كرام إحنا مستمرين وياكم بهذه التغطية الميدانية والشاهدون خلف ما شاء الله هذه الجموع الزاحفة نحو كعبة الأحرار، حسين الشهادة، حسين الإباء، وهكذا هم أنصار الحسين، أبطال الثورة الحسينية، أنصار الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهكذا هم أنصار الحسين ويقدمون كل ما تجود به أنفسهم، وهذا هو طريق الحسين. معي أحد الزائرين من سلطنة عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قواك الله. الله يقويكم إن شاء الله. الحمد لله نشكر الله. حياكم الله. حياكم الله. أنا ما والله منك. حياكم الله. مواخواركم. رحيتكم. والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كل عام. مطار نجف لو عمل طريق. عن طريق مطار النجف. شو وقت وصلتوا؟ والله واصلين الجمعة. أيوة قلنا الريا عند الأمير شوية. زرتوا أمير المؤمنين. جددت العهد مع الحبيب الكبير. والآن مع الحبيب الشهيد. والله سولف لي قلبك شلونه. درب الجنة درب الجنة هذا. درب الجنة. قلبك شلونه. ورايح ما 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 أقدر أوصف لك. أنا أريدك توصف لي المواساة إلى زينب. صعبة صعبة. حسين. هذا شيء قليل. هذا صراحة شيء قليل والله شيء قليل منه. صراحة والله. والله. أنت شايل علم سلطنة عمان على الحقيبة وكأنما تبين المسيرة العالمية. الحسين
لكل العالم، ما للعراق فقط، لكل العالم، للشيعة والسنة وكل المذاهب وكل الطوائف. العراق خدم لكم يا زائري الحسين. نحن خدم لكم. بالتوفيق. حياكم الله. هناك تعالوا زيارة حبيبي. والخادم الصغير هم يريد لقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. قواك الله. تعال تعال معنا سولف لنا. سولف لي شو تقدم خدمة؟ مواكب، أكل، طبخ، مي، عصير، شاي. شو تحتاج الزاير؟ ها؟ خدمة. خدمة ونوم وراحة وكل شيء. شو يحتاج احنا حاضرين له؟ يا ويلي. ايش يحتاج احنا حاضرين له؟ شو يحتاج زاير؟ كل شيء. بعد شوي هم تشلب الزوار تاخذهم في بيتهم يبقون بالبيت. ايه. شو تسوي؟ يظلون للصبح. اذا ما قبلوا شو تسوي؟ اظل ابكي. تبكي ضيق؟ اي والله. ليش؟ أمشي بعد ما أقل. إذا ما حصل زوار ظل تبكي؟ إي والله. ليش ظل تبكي؟ ما يطبون. إذا ما طبوا ظل تبكي. إذا ما حصل زوار ظل تبكي؟ إي والله. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي يا حبيبي. مشاهدي الكرام، هذا نموذج للخادم الحسين، يقول إذا ما حصل زوار ظل أبكي، تبقى حسرة بقلبه. ومشاهدي الكرام، إحنا مستمرين وياكم بتغطيتنا وشاهدون الزحف المليوني الهادر الى حجة علي متعلمي. السلام عليكم. عليكم السلام. جواك الله. جوا خير. شلونك؟ الله يحفظ. الحمد لله خير ونعمة. تعبان؟ لا ان شاء الله. اي تعب ماكو. من جاي؟ والله من الديوانية جيت. من الديوانية؟ شلون هالزيارة؟ احمد الله وشكرا. اهلنا بالديوانية. كلها زينة الناس ونعمة والامور ماشية وكل شيء ماكو. والزوار متونسين وخدمات على حسب الأصول. الله يحفظكم إن شاء الله. السلامة. الله يسلمك. الله يحفظك إن شاء الله. للجميع إن شاء الله. ولا زلنا مشاهدي كرام معكم مستمرين بتغطيتنا، ولكن هذه انتقالة إلى شبكة المراسلين، لأن تعرفون أخواني المراسلين ينتظرون على طرقات الخاصة المنتشرة إلى كربلاء المقدسة. هذه عودة إلى شبكة المراسلين. مشاهدين ومكملين التغطية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين بطريق لبيك يا حسين، الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. مثل ما تشاهدون أحبتي الزائرين المتجهين صوب قبلة الأحرار وكعبة الثائرين، هؤلاء الزائرين اللي متوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة للزيارة الأربعينية من أجل إحياء هذه المناسبة العظيمة. مشاهد عظيمة وكبيرة جداً ما توصفها اليوم ساعة تلفزيونية ولا 24 ساعة تلفزيونية، لما نشاهد كثير من المواكب الحسينية تقدم الخدمات بهذا الشكل الكبير والمبارك. حقيقة بركات الإمام الحسين منتشرة على طول الطريق وبحقيقة بعنفوان كبير وبكرم كبير. طبعا أحبت المشاهدين، أريد أبدي بخبر مهم، خبر اليوم يخص هذه الزيارة. لأول مرة يشارك الديوان الوقف السني بنقل الزائرين، بتوفير سيارات، باستنفار سيارات بشكل كبير جدا. لأول مرة الوقف السني يشارك بنقل الزائرين من العاصمة بغداد إلى كربلاء المقدسة، وأيضا العودة من كربلاء المقدسة لعدد من المحافظات. فشكرا لديوان الوقف السني على هذه المشاركة، وهذا إثبات كبير أنه قضية الإمام الحسين أصبحت قضية، أو هي قضية عالمية، قضية ترتبط بالكثير اليوم من الناس حتى من المسلمين وغير المسلمين. السلام عليكم. شلونك حاج حبيبي؟ فجوة الله يخليك. اتعرف بيك بالاسم فاضل عبد العباس ابو ايمن من هاي البصرة. من البصرة؟ وين من البصرة؟ البصرة شارع الوفود جسد مطيحة. اها. صار لك ايش قد حجي تمشي لو جيت سيارات؟ جينا كسنة هاي نجي سيارة ننزل بالنجف ونمشي. أمس الصبح طلعنا والعائلة وياي، وإن شاء الله نطلع إن شاء الله خلال يوم. ونحن إن شاء الله. شو رأيك بالزيارة وأجواء الزيارة؟ الحمد لله الخدمات كلها متوفرة. الإعلان خير من الله، هم يعني جاي ينقل الصورة الصحيحة. أي والله. وهذا إحنا إن شاء الله باقين على العهد، على العهد باقين على هالطريق إن شاء الله. من حجي أول ما توصل إلى كربلاء وتدخل إلى ضريح الإمام الحسين، شنو شعورك؟ شنو الكلمه اللي تريد تقول لي؟ كانما من ادخل الى الحسين، كانما شعوري داخل جنه الفردوس والله. وبدي اكون اسكب على ضريح
ودموعي تسيل علما الى شهداء الذي راحوا من اجلنه. ومن اجل هاي المسيره هسه حاليا. لولاهما انت اليوم بهذه مشيتك دائما تذكر الشهداء. الشهداء والله لولاهما ضحوا من اجلنا كان هسه احنا حاليا ما نمشي. نعم. والله العظيم. نعم. هاي ان شاء الله ونحمد الله ونشكر ان شاء الله. ان شاء الله من الان تربيه حسينيه. كنا حسينيين ان شاء الله. نعم. كنا حسينيين. ان شاء الله. والله حسينيين ان شاء الله. ويوفقك وتوصل بالسلامه ان شاء الله. ويوفق القنوات ان شاء الله. الله يخليك. قنوات الايام دائما اتابعها انا هاي. طول عمرك الايام بخدمتك. حبيبي عتاداتي طبعا احبتي المشاهدين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله تكون بخير. الله يسلمك الله يحفظك. من وين؟ احنا من محافظه واسط. من واسط وين بواسط؟ ناحيه الشيخ سعد. شيخ سعد خلي 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 العالم تدخل الان الدعم اللوجستي المستمر اليوم لخدمه المواكب الحسينيه مثل ما تشاهدون حبيبي الله يحفظك ربي يخليكم اجر. من شيخ سعد؟ من شيخ سعد. اجيت مشنو بسيارات؟ لا احنا جينا للنجف. اول مره احنا نعزي سيد امير المؤمنين عليه السلام. نعم. بأربعينيات الماضي. يعني ايش عجب ابو واسط انت من الشيخ سعد رحت للنجف وبديت تمشي؟ يعني وياي عائله اطفال وهذا. وهذا الطريق الافضل. الافضل. ولو كل الطرق هي الافضل ولا طريق حسيني؟ خدمات خير من الله يعني ما شاء الله المواكب الحسينيه والخدمات هي زياره عظيمه يعني. نعم. هيك زياره دوله تعجز عنها. والله صحيح. دول تعجز عنها مو دوله صحيح. ملايين وهسه من وياك من وياك انا ويا عائلتي كلها ربي يخليك شلونك شو اسمك صادق عظم الله لك الاجر اسمك الله يحفظك وين رايح كبله تحب الحسين إيه؟ ربي خو ما تعبت آه. الله يخليك ربي يحفظكم الله يخليك انت شو اسمك حيدر حيدر إيه؟ حبيبه حيدر ادعي لنا من توصل يا كربلاء شكرا لك شكرا الله يخليك الله يحفظك شلونك حجي عظم الله لك الاجر لكم الاجر ربي يحفظك وينطيك الصحه والعافيه عمرك والله يحفظك حجي انت ممكن بهذه الظروف ربي ينطيك الصحه والعافيه شنو اللي خلاك تروح الى كربلاء الحسين حب الحسين ليش تحب الامام الحسين لا شلون ما نحبه ايش عندنا ايش تطلب من الامام الحسين اطلب من الامام الحسين ان تنعدل الامور لهذه الامه كلها يا الله اي والله يلا من وين انت ايراني من الاهواز؟ اي نعم. وين من الاهواز؟ ابدان. جيتوا عن طريق الشلامتي. الشلامتي نعم. شلون هالطريق؟ الزياره شلونها؟ الحمد لله كل شيء متوفر. نعم. خدمات ماكو مثلها. من عبر والله ماكو نحس بنفسهم كلش مرتاح. المواكب خوش قدمت خدمات. الحمد لله. نعم. سنه على سنه افضل احسن. كم سنه تجي الأربعين؟ كل سنه اجي. كل سنه. اي. نعم. فرضا احنا نمشي اليوم بطريق الزائرين وصادفت الامام الحجه. ربي ان شاء الله يعجل فرجه الشريف، شو تحب تقول؟ والله ما ادري شو اتمنى من عند ذي الساعة، لانه تتخصص مشاعر تكون جياك اي مش تريد تشوفها، بس احنا وياكم ما نقدر نقولها، بعد شلون نقدر نقولها؟ موقف عظيم ربي يحفظك شلون الله يخليك بدولك شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير نحمد الله ونشكر الله عزك رحم الله والديك طبعا مشكور على هاي اليوم الصوره العظيمه رحم الله والديك ان شاء الله توصلون بالسلام توفيق عزكم ان شاء الله هاي الخدمه يعني شقد لك والله الله توكل بالله ويا رب ادعي لنا شلونك عيني الله يخليك الله يحفظكم شلونك حجي شلونك بعد السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين ورحمه الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين اللهم احفظ العراق واهله واحفظ الزائرين يا الله وان شاء الله كل عام بخير يا العراق بخير وانتم بخير ونشكر هذه القناه ربي يخليك من وين احنا من المشخاب من المشخاب مشخاب محافظة النجف ناحية المشخاب أهل العنبر أي والله أهل العنبر بس هو بس الماي ماكو زراعة والله إن شاء الله يعود الماي والخير إن شاء الله يا رب ويحفظكم ويحفظ قناتكم ويحفظ الزوار الحسين إن شاء الله أنتم هم تخدمون بالمواكب الحسينية للزائر والله أنا عندي جربة هذه جربة هي هم أمشي هي مسير للحسين وهم أقدم خدمة للزائرين تمليها ماي تمليها ماي واقدم بها الزائرين يعني هسه يعني هي ان شاء الله يعني هاي مرتبطه بالامام العباس عليه ان شاء الله اي هي اهم خدمه وهم قدمه خدمه للزائرين ان شاء الله ربي توصل بالسلامه ان شاء الله الله يخليك ممنون ربي فضل حجيه شلونك الحمد لله والشكر اخبارك خير من الله نعم عظم الله لك الاجر ان شاء الله اجرك ان شاء الله الله من وين انا من مشخاب سوق شعلان من المشخاب اهل العنبر سوق شعلان ربي يحفظكم ان
ان شاء الله. شلون هالزياره؟ نعمه كبيره. الخدمات شلون؟ نعمه كبيره الحمد لله والشكر. رايحه تواسين السيده زينب بهاي المصيبه. السيده زينب سلام الله عليها. هاي المصيبه مصيبه اخوها. أيوة الحسين. اي أيوة والله. شو تحبين تقولي للامام الحسين اول ما توصلين؟ والله السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابو عبد الله. الله اكبر. والله اكبر. ربي يقويك ان شاء الله. وزياره نيابه لشيعه امير المؤمنين. ربي يخليك، هذا كرم عظيم. يعطيك العافيه. ربي يحفظك. طول عمرك. طبعا احبه المشاهدين اهلا وسهلا بك، الله يخليك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، جونا من شاب يا سعزيران. ربي يخليك. عظم الله لك الأجر، نسألك الدعاء. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. يا الله. أحبة المشاهدين، تغطية قناة الأيام الفضائية مستمرة بكثافة، وهذه المرة ننتقل إلى جنوب العراق في محافظة البصرة. أقويانا. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وهذا اليوم المبارك الذي هو مليء بالخدمة الحسينية والمشاعر الحسينية تجاه هذه المواكب التي تخدم الزوار القادمين والذاهبين من جمهورية إيران الإسلامية وبالعكس. ما زلنا وإياكم وهذا البث المباشر من محافظة البصرة وعبر شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، ونحن الآن في منفذ الشلامشة الحدودي حيث نستمر معكم وهذه التغطية المباركة عبر شاشة قناة الأيام الفضائية. أهلا ومرحبا بكم حاج، عظم الله لكم الأجر. وجزاكم جميعا. حضرتك زائر أم أحد من أصحاب المواكب؟ من أصحاب المواكب، جاي هنا لإقامة المواكب. عينك على كامل. الزائرين. تعنا شوالك. قادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شو صار لكم؟ والله احنا نروح نرجع، ما ثابتين، وإن عندنا موقف ثابت من جماعتنا. نعم. ونروح نجيب احنا الاكل ونوزع عليهم ان شاء الله. نوزع عليهم واعتياد الامور. نعم. شنو اللي كم يوم صار لكم توزعون؟ والله من بدايه قد تقريبا من 2/0 بدات هي. انتم هنا بديتوا؟ اي بدات الناس، هي جماعتنا العراقيين. يوميا توزعون؟ طبعا المواكب كلها دائما. شنو التوزيع؟ والله بكافه انواع المواد الغذائيه اللي هي الله سبحانه وتعالى رزق البشر بها. ضيوف ايضا؟ طبعا ضيوف، الضيوف ايضا مرتاحين. طبعا طبعا أكون مبيت هناك من جهة المواكب مستمرة. نعم. من الفاو إلى كربلاء إلى النجف مواكب مستمرة، والحمد لله والشكر قمنا بالواجب، فالمشاي انتهت على الشارع العام، فجت هنا الناس اللي دا واجب. يعني كان عندكم موكب بالبداية أو صفر؟ موكب خدام الزهراء على الشارع بغداد وبعدين تحولتوا هنا. اي موكب خدام. شعجب ما تحولتوا للنجف هناك؟ والله هم نروح إن شاء الله، هم عندنا هناك جماعة، يعني عندنا هناك خدمة هناك، فمقسمين احنا كل من عمله. الله احنا اليوم جبنا اكل هنا ووزعنا بمنفذ الشلامشة لاخواننا الزائرين الايرانيين، والحمد لله والشكر، ونحمد الله والشكر على نعمه وفضله التي من علينا جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا. ونشكركم جميعا. عظم الله لك الاجر. ناخذ ايضا لقاء ويا زائر. 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 حضرتك منين؟ انا رضا محمد من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. من محافظه؟ محافظه خوزستان. محافظه خوزستان. خرم شهر المحمره. من المحمره. إيه. شنو تراجع لو رايح؟ راجع. 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 يعني زرت الامام الحسين عليه السلام ولي البيت. السلام ورحمه الله. زرت ائمه البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين. عن عن ما هي رسالتك للعراق؟ احنا نسلم على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. كزائر أشكر من الجمهورية الإسلامية، كإحنا إيرانيين مواطنين إيرانية، على موقفهم من القيادة الرشيدة السيد العلي الخامنائي والمسؤول الباغي اللي هيئوا هاي الفرصة للإيرانيين، الحمد لله والشكر. يعني العراق وبالتالي أشكر من دولة العراق، شعب العراق حقيقة، يعني شيء شفناه من شعب العراق اللي وقفتهم للزوار، يعني فالشيء مشرف، ونشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين إن شاء الله الله يوفقهم والله ينصرهم على أعدائهم، لا سيما على أعدائهم داعش وأمثال داعش، وإن شاء الله نطلب من الله تعالى بحق بركة أبا عبد الله الحسين، بحق أئمة الأطهار، أن تدوم هذه المسيرة الأربعينية، لأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجدداً الشكر من دولتنا الإسلامية الإيرانية ودولة العراق ومسؤولين العراق وشعب العراق، حقيقة الشكر الخاص لشعب العراق، يعني وقفة مشرفة بهذه الأيام، من النقل، من
الخدمات من السكن من كل شيء. وإن شاء الله نتمنى هاي المسيرة كل سنة عن سنة إن شاء الله تزود وتزداد، والله يوفق الشعبين الإيران والعراقيين إن شاء الله، الله يديمهم وأكثر الاستكاك بيناتهم. وشكرا. شنو تزاير رحت رجعت؟ والله أولا سلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سولف. إحنا أيينا زوار إيرانيين ونفتخر بالعراق، قاموا بالواجب والحمد لله والشكر. كل ما سنة وسنة تقوى تقوى أيام إمام الحسين، وكل سنة والخدام العراقيين يعني يقومون بالواجب أكثر من الإيرانيين وأكثر أكثرين، وأنا هاي الإيراني راح أحكيها، أكثر وأكثرين يقومون بالواجب، ورحم الله والديهم وجزاهم الله ألف خير إن شاء الله، ورحم الله والديهم حبيبي غالي. الشعب العراقي قام بواجب تجاه ضيوف حسين عليه السلام، إحنا كنا خوان إن شاء الله. تعال تعال تمنين، تعال أنت تبوع بعيونك. إيه إذا راح أطلع قدام أهلي بالتلفزيون. بالتلفزيون أنت تطلع شوفوني. سولف يلا بالتلفزيون. أنا كنت بغرية العراق ويت لي أهلي. وين شفت أنت؟ كنت بإمام علي والحسين والعباس. زرت زرت ويا لي هاي. وايد نشكرهم. يلا شلونك؟ أشكرهم ونعم الله عليهم على هاي الخدمة اللي وظفونا بها. خشوفونك أهلك رايح وفاير. زين سولف لي شلون هالزيارة كانت؟ الزيارة كان شكل لك تريد الروح. ها؟ من أول زيارة. يوم زيارة تريد الروح؟ من أول يوم. أول مرة تجي؟ لا هاي نوبة ثانية. هي تجي مشتاق؟ مشتاق والله العي العظيم. ما بتقدم على سوالف؟ لا هي سبتاع بس بدي أرد ردود والله العي. أنا أول مرة أمال هذا الزلمة جبرني أول مرة جي وقالوا لي هيج 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 إن شاء الله وإن شاء رسولك كل سنة أول ما أموت أنا العراق وأهل العراق إن شاء الله وخير وسلام على راسي. مستقيم مباشر؟ إي مستقيم والله. إي راح تخابر على المباشر؟ حيشوفوني خطية والله. تبقى على اليوتيوب إن شاء الله. كل سنة وكل عام إن شاء الله وإن شاء رسول الله بالخدمة. أيني هلا بيكم. إن شاء الله لا يعود علينا كل سنة وكل عام إن شاء الله ويعود عليك وعلى هاي قناة الأيام خدمتكم. رحم الله والديك. أنا من قرية شادقان طائفة الخواية. حياك الله. أي. كل هلا وإن شاء الله. أيني أنت ممنون بالخدمة. الله يعطيكم العافية. عظم الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله بهذا هذه المناسبة الحزينة على قلوب شيعة أمير المؤمنين وأبناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مناسبة يوم الأربعين الخالدة، أربعين الحسين وآل الحسين، أربعين محمد وآل محمد الذين هم قتلى في صحراء كربلاء. واليوم ونحن نحضر هذه المناسبة الأربعينية نقول نحن سائرون على دربك يا مولاي أبا عبد الله الحسين حتى آخر رمق من حياتنا. لبيك يا حسين. وياكم تغطيتنا المباشرة من طريق بغداد، ونشوف الأعداد الزوار اللي الآن بدأت تتزايد بسبب الوصول للغروب. تعرفوا أنه أغلب الزوار ظلوا يمشون بوقت العصر، مو هذا صحيح أم سجاد؟ أم سجاد مأجورة صاحبة أول عام لهذا الموكب، موكب يا لثارات الحسين. موفقين مأجورة إن شاء الله. رحم الله والديك حبيبتي تهدى قلبك. نعزل أول نعزل الأمة الإسلامية الإمام المهدي عجل الله فرجه لهذا العزاء الجلل. اي وخير من الله السنه الزوار ورغم الحار يعني رغم مشقه الطريق والحمد لله والشكر والله يوفقنا ويوفق الامه الاسلاميه والجميع ان شاء الله بهالعزاء هذا وبهالخدمه هاي الانسانيه. موكبكم شلون صار بداياته؟ بدايته سياح، مجرد بس سياح، وتطورت الفكره وتطورت وخيرات ابو عبد الله الحاله تصير. اي والحمد لله هذا وشكرا. اول سنه لهذا الموكب ويمكن قلتي مستحيل احصل لي متر هنا لانه محجوب. مستحيل، معجزه ربانيه اللي خلت لي هالمكان هذا، معجزه ربانيه الحمد لله والشكر. إيه انت بس نويتي الله وفقك. نيه، هي بس نيه، مجرد نيه، قلت له على الطريق بس سياحه اسوي، بس هي الحاله قلت ما القى مكان شلون، والله سبحانه فرجها علي وخلالي هالمكان هذا اباك الي مخصص. هسه شنو راح شو قدمتي؟ والله صار كم يوم انت؟ احنا هذا اليوم باعتبار الثالث. اي والحمد لله والشكر. تمن ومرق، تمن فاصوليا، برياني، اي همبرجر، لفات، كباب، عروق، الى خير من الله. انت بس انت وبناتك؟ اي انا وبناتي وزوجي، زوجي على فرقته يجي حجي. ما شاء الله موفقين ومسجاد ان شاء الله. هاي مو اول عام ان شاء الله، كل عام ان شاء الله. ان شاء الله اذا هي مو صعبه. مو صعبه، مو صعبه، اهم شيء النيه، قد من نيه انت كل شيء يسهل. شفتي هوايه اطفال اليوم بمحرم شفناهم مطلعين لهم موكب. تحز بالنفس. لك هذا طفل عمره 5 سنوات عنده موكب. العداني ليش ما احنا ليش احنا اذا باستطاعتنا ليش ما نقدم؟ ليش ما نسوي؟
ليش؟ هي كلها خدمة، كلها خدمة لأبو عبد الله. إن شاء الله يجعلنا من زواره ويجعلنا من خدمته. إن شاء الله موفقة ومقبولة منكم. مشكورة مسجاد، أكيد مستمرين وياكم إحنا بهذه تغطيتنا المباشرة. تفضل، السلام عليكم، تعالوا تعزية. السلام عليكم يابا. أكيد مستمرين وياكم إحنا بتغطيتنا هذه المباشرة. أغلب الزوار بدأوا يوزعون، وتعرفون بالتوزيعات راح يصير عليهم شوية زخم، بس إحنا أكيد نستقبل التعازي من كل زوارنا اللي يحب يحكي أي كلمة، يعبر عن ما في داخله، يشوف الطريق. إحنا نلاحظ هذا الطريق أكيد هو الرابط بين بغداد وإلى الانطلاق. أغلب الزوار اللي جايين من منطقة الخالص، بعضهم ماشي يومين، بعضهم ماشي 3 أيام، والحمد لله هذا التوفيق. نلاحظ أيضا خلال هذا الطريق شاهدنا نسائنا المحتشمات، وهذا الزي المبارك اللي اليوم احنا تميزنا به كنساء، واكيد هذا ببركات محمد والي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ ماجور ان شاء الله. اشكرك حمد الله شاكله وفضل ابو عبد الله سلام الله عليه في مصابنا والزوار، وخير من الله وبركه، وكله من فضل رب العالمين واهل البيت. احسنت. شنو قدمتوا؟ خدمات تخالي دولمه ولبن، خير خير وبركه من رب العالمين واهل البيت. لك كم سنه تقدم على سنين؟ احنا قضيناها من زمان، نقدم ثوابات أمال موسى بن جعفر وكل أهل البيت والسيدة زينب بسنجار. هاي عندكم هناك؟ هناك عندنا مواكب همة. أي الحمد لله والأمور ماشية، والحمد لله وخير وبركة. هل توقفت بسنجار؟ لا الحمد لله والأمور ماشية. أي مستمر الحمد لله. تشوف سنة على سنة تزيد عندكم؟ خير وبركة، خير وبركة ونعمة. ما شاء الله، إن شاء الله موفقين. أشكرك حمد الله والديك. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. الله وديك. من وين انت؟ بغداد. من بغداد. اليوم مشيت من اي منطقه؟ سؤالك. مدينه. من المدينه. شفت الاجواء، زياره، المواكب؟ كل سنه. شلون زينه حلوه كل سنه. انت هاي اول سنه تمشي لو دائما تمشي؟ هاي السنه السابعه ان شاء الله. ما شاء الله، يعني مش انت صغير ويا بنت تمشي ويا والدي. زين، هسه والدك يمشي وياك؟ لا هسه جاي ويا عمي. بعد هو صار سنه كبيره. ليش تمسكت بالزياره؟ صار لك 7 سنوات تمشي. ليش تمسكت؟ واجب علينا الزياره على ابو عبد الله الحسين، مصيبه لازم نواسي زينب عليها السلام. ان شاء الله ماجور. العم سلام عليكم. السلام عليكم. سلام. ماجور ان شاء الله. رحم الله ودي اخوي. شوف هذا الشيء عندكم خليته من الاطفال، يقول انا قبل 7 سنوات يعني كان طفل. اي كان طفل يمشي ويا ابوه، هسه حاليا هاي اول سنه وياي. بس ابن اخو الثاني لا، هاي سنه ثالثه وياي. ليش تعلمون الاطفال دائما يمشون الاعمال؟ دينا على الحسين اجى من ضحي دينا من اجلنا من كل شيء. قد ما نمشي احنا نعتبرها قليله. ها انا انتظر الاربعينيه ثانيه ساعه ساعه دقيقه دقيقه انتظرها. عفي شغلي وعملي ورزق باب رزقي، وجت للامام الحسين لو بنيتي ازحف زحف على راسي. ليش يعني؟ ليش تنتظر؟ مذهبنا هذا، مذهبنا ديننا، دين الحسين. كل شيء ضحى ضحى باولاده، ضحى باخت السيده زينب سلام الله عليها، ضحى باب الفضل عباس، ضحى بكل شيء. ماجور ان شاء الله مقبول. رحمه الله. السلام عليكم. يوم تعالي هنا يا يوم تعرف عليك يوم ام. الله يسلمك. الله يخليك. ها ام انت؟ ها انا ام مكرم. يا اهلا ام مكرم. كل سنه تمشي؟ كل سنه. من وين تمشي؟ منطقتكم؟ ها احنا بغداد جديده. اي واروح الكربلاء مشي. يوم مشيت؟ اليوم مشيت. ما تعبتي بعدنا بالبدايه؟ لا ما كنت تعبت. اول يوم يصير متعب لان انت ما ماشيه؟ لا لا ماشيه من زمان. من السقوط لحد الان انا امشي. قبل السقوط لو ورا السقوط مشيت؟ لا من ورا السقوط. ليش اكذب عليك؟ احنا هنا بغداد جديده. قال ان قلت لها لا اطلع من بغداد جديده. وانا من بيتك يعني طلعت؟ والله اطلع من بيتي، وصار لنا 4 أيام احنا هنا عندنا موكب، واليوم انا طلعت. ما شاء الله. اي والله. شو اسم الموكب مالتكم يوم؟ والله ما اعرف، ما اعرف. مو بالنية، مو شرط الاسم. الحمد لله. وانتي ويا من طالع وياك؟ حميدي. فدوى شو اسمك ماما؟ حمودي. حمودي حافظ شيء؟ نشيد، حسيني، تحب اللطميات؟ شفت اللطميات حلوه؟ قصائد حسينيه شفتها؟ اي اي. انت تحب الامام الحسين؟ اي. عافيه. هو سيد، هو سيد. ما شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمك. علوية الله يحفظك. ايش الدعاء؟ والله عد ولد صار له 11 سنه راح وما وقفت عليه، وما ادري بعد يم الله هم راح للحسين ومفقود. والله ان شاء الله مع الركب الحسين يا رب. الحمد لله والشكر. سالمين. الله يحفظكم يوم يصبركم يا رب. وهذا طريق الحسين بعد، هي واحد يتبارد دمه ويطلع لين اكيد ما يعرف
انه يرجع او لا. واكيد ذكرتنا الحجيه نعزي كل الزائرين اللي توفوا خلال الطريق اللي صارت الحوادث، اخواننا الايرانيين وزائرين راحوا، بعضهم يمكن صار حادث غرق او حادث سياره، هذا الانسان معرض لمختلف المواقف. نعزيهم وان شاء الله صبر السلوان لاهلهم، وان شاء الله عند الحسين عليه السلام اكيد ما يروح. اكيد احنا مستمرين. شلونكم ماما؟ تعالوا انتوا خادم هنا؟ تعال، شو اسمك؟ حسن. حسن تخدم هنا؟ لا بعد شنو؟ انا من بغداد، من الامين. اليوم مشيت ويا من؟ تعال هنا. انا اخوي. انت واخوك تمشي؟ زين شلون تتواصل ويا اهلك؟ عندك تليفون؟ لا لا ما هيك شيء. لا على الله. طالع زين اهلك ما منعوك تمشي وحدك؟ لا عادي. اي عادي. الطريق الحسين قال لك روح وتعال. اول سنه تمشي لو؟ لا صار لي سنتين. يعني العام مشيت ونجح؟ العام انا وولد عمي، وهي سنه واحده انا واخويا. اخوك اكبر منك؟ لا اصغر مني. بعد انت رجال، دير بالك على نفسك ماما. واكو على الطريق الزوار اكو كارتات تكتب بها اسماء وارقام وهذه، وتقدر تتواصل. اكو مواكب تتصل باهلك، هم طم موبايل ويقون. بس انا خفت عليك لعد امك شلون؟ طمن امك عليك. زين ماما موفق ونسالك الدعاء. السلام عليكم يا ابو. ماجورين يا مرحبا. الاجر والجميع الله يحفظه. والله نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية والمراجع العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأربعينية هاي الزيارة المباركة لسيدي ومولاي أبا الأحرار الإمام الحسين سلام الله عليه. والله الزيارة هي ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. بالنسبة أن الإمام الحسين امتداد للحياة، لأن الإسلام هو محمدي الوجود حسيني البقاء، فإحنا نعاهد الله ثم الإمام الحسين سلام الله عليه أن نبقى سائرين على هذا النهج. اللهم ربي بحق محمد وآل محمد أن يحفظ العراق وأهله وأن يأمننا في أوطاننا ولا يسلط علينا من لا يرحمنا. الله يحفظك. سنة تمشي يا بس على كم سنة تمشي؟ والله أنا أمشي من زمن صدام إلى يومنا هذا، أمشي قبل بالبساتين. شلون تمشي قبل؟ شلون هسه؟ خلينا نقارن بين نعمة هسه وقبل. والله ماكو مقارنة يعني بين قبل وهسه. احنا قبل نمشي بالليل واكو جماعة يوقفونا بالطريق يطلعونا بالبساتين منا يطلعونا عن الرفاق وعن الحزبيين وعن هذه. فد مرة انا بالمسيب وصلنا للجسر مال المسيب، بعد منين اعبر قابل اطب الشاط، صعدت الجسر. وين ما صعدت الجسر لزمونا الرفاق اخذونا قعدونا على مصطبة بالمسيب وقاعدين ننتظر على اساس يرجعون لنا للرضوانية. بعدين الله سبحانه عز وجل بعطفه والامام الحسين سلام الله عليه نجانا احنا ثلاثة واثنين من ربعنا اخذوهم موصلينهم هنا للحارثية ومنزلينهم ورايحين ورجعوا. فالمشي قبل صعبة، معاناة صعبة يعني. من نريد نضيف لنا واحد يضيفنا تكرمين حتى شحاطاتنا يضمها حتى اللي يشوفونها الرفاق، من يشوفونها يخبرون عليه وياخذونه. زين ولا احنا يضمونا اصلا من بين النهار كله ما نطلع ما يبين من عندنا اي واحد. زين الله تستمر انت بالزياره والمشي ان شاء الله. صادفتنا مره بالذكرى يعني من اهل الكوت احنا نمشي وبالليل وهي خطيه تمشي وخايفه وهذا صرنا ما بتعرفين المشي مو مثل هسه خير من الله قليلين ونمشي بالبساتين. فسالتها قلت لها انت شو ايش قص صار لي؟ قالت انا 35 زياره على رجلي امشي للامام الحسين. اقسم بالله من عندها للنهايه وهالثاني هذا. قلت لها هم صادفتك صعوبه مثلا شفت صعبه شيء فد يوم؟ قالت انا بعدني بنيه يعني وقبل المشي مو مثل هسه وقليل وبالصحراء نمشي فصارت عاصفه وهواء وماء وهذه. رحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم من جديد. وهذه هذه التغطية المباشرة والمكثفة من قبل قناة الأيام الفضائية وشبكة المراسلين المنتشرين في عموم مناطق الزيارة والمنافذ التي تشهد توافدا كبيرا للزوار إلى كربلاء المقدسة لإحياء يوم الأربعين الخالد، ذهابا وإيابا خدمة مستمرة من قبل المواكب الحسينية. السلام عليكم، عظم الله لك الاجر. اصحاب مواكب ان شاء الله؟ اصحاب مواكب ان شاء الله. شنو الخدمات اللي تقدمونها للزوار وانتم في الذهاب والاياب؟
والله شنو اللي بنفس الزائر هذا جاي يسوله يعني لو يفر العالم ما يحصل شيء عندنا. صحيح. يعني بالنسبه ماكو هيك مهرجان تظاهره مستحيل جماهيريه دوليه عملاقه مثل العراق. مستحيل مستحيل. الخدمات يعني يقدمونها شنو؟ يعني شنو اللي ببال الزائر هو موجود، يعني اقل شيء حتى فلوس ما عنده يعطونه، ارصد التليفون يعطونه، ملابس يعطونه، ماكو شيء. خدمة يعني كاملة. يعني هاي الخدمة العالم كله ما شفنا شيء. يشيد بها الزائر. الحمد لله شكرا اخذت اهل البيت والامام الحسين. زين شكرا جزيلا. مجور. السلام عليكم. وعليكم السلام. موفق باشي. موفق ما شاء الله. بيان جاب يا. شما از کجایی؟ من زائر ایرانی هستم. از کجا؟ کدوم شهر؟ از استان سیستان بلوچستان. شهر زاهدان. خیلی خوش آمدید. شما آمدی از زیارت یا میخوای بری زیارت؟ داریم برمیگردیم. برگردی؟ رجعت من زیارت. خب چی دیدی از زیارت امام حسین؟ در یک کلام شعور داخلی چی داری؟ در یک کلام میتونم بگم که مسیر بهشت را داریم ما میبینیم. ماشاءالله. و انشالله. انشالله مسیر جنه هذا. بله این مسیر انشالله ادامه پیدا میکنه تا ظهور حضرت مهدی. انشالله. مردم بسیار خوب عراق. الشعب مهربان. شعب. مخصوصا موکبداران. لديهم مواكب كثيرة. مامورین امنیتی نظامی برخوردشون بسیار خوب. القوات الامنیه قائمه بشكل جيد. همچنین افراد که وظیفه حمل و نقل زوار را داشتند. انشاءالله. از موظفین نقل، سواق، کلون قائمین بالخدمه. نجف بسیار عالی بود. مردم عاشقانه خدمت میکرد. شعب عاشق للامام الحسین. عاشقانه به زوار امام الحسین خدمت میکردن. انشاءالله و خدمتهم. دقیقا اربعین در بهشت هست که بروی مسلمین جهان باز شده. الاربعین طریق الاربعین هو طریق الجنه. انشاءالله. اولین بار اومدی؟ پنجمین باره. پنجمین خامس مره ایجی. بله. انشاءالله روزی که زنده هستم بیام. نوکری امام حسین میکنه. نوکری خادمای امام حسین. انشاءالله خدمتکم احنا ایوان. ما در خدمت شما. بیا بچه. بیا بچه. شما اومدی قبلا عراق؟ نه. اولین بار؟ بله بله من اولین بار اومدم. چه شعور داری؟ حس خاصیه. اگر برگشتی ایران، برگشتی ایران به رفیقت چی میگی به خصوص زیارت؟ میگم که فقط یه جایی که این حس رو داره. حرم امام حسین. بین الحرمین. بین الحرمین. هذا المكان بين الحرمين؟ بله بله بله. بهشته. بهشت. بهشته. موفق باشی زیارت قبول. فقط میتونم بگم یا حسین. یا حسین. خانم ببخشی بیا. سلام علیکم. چطوری؟ خوب ان شاء الله. خیلی ممنون. سلام. زیارت قبول ان شاء الله. قبول حق باشه ان شاء الله. چی حرفی، چی کلماتی به خصوص ملت عراق میگویید؟ من تشکر میکنم از ملت عراق به خاطر مهمان نوازی که داشتن، برای خدمتی که به زوار میکنن و میتونم در یک کلام بگم که به جز زیبایی من چیزی ندیدم. سرشار از زیبایی بود. انشاءالله. خیلی خیلی ممنون. متشکرم. قبول. تقول انا مثل هاي الزياره ما شفت بحياتي. يواش. ما شفت بحياتي وخدمه من قبل الناس منقطعه النظير. اتمنى انه تستمر ونجي للزياره دائما. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. شو ماسكو جايد؟ از محشر استان خوزستان. خوزستان خیلی خوش اومدید. متشکرم. شما اومدی زیارت یا بله اومدی فقط تشکر بکنیم از یعنی مردم زیارت امام حسین بله بله. تمام شده؟ بله بله. الحمدلله. شما میخوای برگردی ایران؟ بریم ایران. بله بله. انشاءالله موفق تشکر باشید. میکنیم از مردم عراق. شعورت چیه؟ احساسی چیه به این زیارت؟ اصلا واقعا حماسه. به مردم عراق چی میگید؟ حماسه حسینی باید ممنون. سنگ تمام گذاشتن. خدا ان شاء الله خیرش بده. ان شاء الله. سلامتی بده. هر ساله بتونم خدمت کنم به زوار. اولین بار اومدید؟ ما نه خدا روش چند سال دارم میام. چقدر؟ فکر میکنم این سفر پنجمین بارم باشه. خامس مره ایجی. بله بله ان شاء الله. شما ان شاء الله به مردم ایران چی میگی به خصوص مشاهدات شما، مشاهدات عینی از مردم ملت ایران؟ چی میگی به رفیقات، به همسایه، به اهل شهر؟ میخوام بگم هر از نیومده بیاد از این قافله خیر عقب نمونه. واقعا جمع شیعه آقا امیر المومنین امام حسین داریم نشونه ظهور ایشالا فراهم میکنیم. همه شیعیان با هم انشاءالله در مرکز تشیع انشاءالله. بله بله امیر المومنین انشاءالله. بله بله بله. اگر میخوای بری به هشت بیا بین الحرمین. احسن. بله بله موفق باشی زیاد قبول انشاءالله. استحجی جماعة الحشد حياكم الله. السواق
ما عندكم شيء؟ السواق النقل مستمر من قبل سيارات منشآت الحشد الشعبي مجانا إلى النجف كربلاء المقدسة وإلى بغداد وإلى سمرة أيضا. النقل موجود على مدار 24 ساعة، هنالك العديد من المنشآت قادمة مجانا أيضا، تعطي المجال الكافي للزوار للراحة وللمأكل والمشرب بالطريق، وهناك دعوات كثيرة من قبل أصحاب السيارات وأيضا الألوية التابعة للحشد الشعبي تقوم بواجبها على أحسن ما يرام، وكذلك هناك شركات ساندة عراقية حكومية بدأت تتقاطر أيضا على هذا المنفذ. اليوم كان هناك افتتاح للسكة الحديدية للربط السككي ما بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، ما بين خرم شهر المحمرة وما بين البصرة، رئيس الوزراء العراقي السيد السوداني وضع حجر الأساس هذا اليوم لأن يكون انطلاقة للمشروع قادم سينتقل به الزوار عبر القطارات من المحمرة من إيران إلى البصرة إلى محطة المعقل الرئيسية للقطارات. نتمنى أن يكون هذا المشروع فعلا يرى النور خلال السنة أو السنتين القادمتين، حتى يكون هناك عدد كبير من الزوار يتقدمون نحو كعبة الصمود والأحرار في هذا الطريق الحسيني. لبيك يا حسين. الله وبركاته. أحبة المشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. تغطيتنا لهذا اليوم من وسط كربلاء المقدسة، من وسط كربلاء الحسيني عليه السلام. هكذا أحبة مشاهدي قناة الأيام تشاهدونها الجموع المليونية التي توجهت من جميع بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة، إلى كربلاء الحسين، إلى كربلاء الأباء. واليوم نشوف أنه الحمد لله والشكر أنه يوم بعد يوم تزداد أنه عدد الزائرين في كربلاء المقدسة، ونشوف أنه مدى أنه أهمية القوات الأمنية ومدى أهمية الدوائر الخدمية والصحية في كربلاء المقدسة، ونشوف أنه الحشود المليونية بدأت تتجه إلى كربلاء وتتجمع في هذه تحت هذه القبة الشريفة، قبة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر بمصاب الجلل بمصاب أربعية الإمام الحسين نواسي سيدتنا زينب عليها السلام بهذه المصيبة العظيمة. الله يبارك بكم. اليوم شلون شفتوا هذه الجموع المليونية؟ شلون شفتوا أنه زائرين الإمام الحسين عليه السلام؟ بالرغم من هذه الظروف الصعبة اللي يمر بها البلد من خلال الأمور، بخصوص الجمعة المليونية التي توجهت إلى مقام سيدنا الحسين عليه السلام وسيدنا الإمام العباس عليه السلام، جمعة مليونية كانت الخدمات عظيمة وكبيرة بهذا الشأن تقدم للزوار أربعينية الإمام الحسين، كذلك الخدمات الأمنية والأجهزة الأمنية كانت على أتم الاستعداد لهذه المسيرة المليونية، وكانت هذه المسيرة المليونية أكبر مسيرة مليونية على وجه العالم. اليوم أنتم حشد الشعبي مو صحيح؟ الله يبارك بكم. اليوم أنه شن نزولكم بهذه الزيارة وما هي أنه واجباتكم بهذه زيارة أربعينية الإمام الحسين؟ بخصوص هيئة الحشد الشعبي وبالخصوص فرقة العباس القتالية كان لها واجبات مناطة بها من خلال زيارة الأربعين، هي القطوعات وتفتيش الزائرين المتوجهين إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام. طيب اليوم أنه هذه أول سنة أنه شاركم بها، لو كل سنة أنه تشاركون بها؟ لا، منذ 2014 شارك فرقة العباس القتالية من خلال تعاونها مع الأجهزة الأمنية والقطوعات وتفتيش الزائرين. اليوم أنا أريدك أن توصف لي فد شعور عندما اليوم هذه أنه العمل علي اليوم أنه تشوفون أنه عندما أنه تقدمون هذه أنه الخدمة المليونية ألا وهي خدمة أبا عبد الله الحسين عليه السلام، نشوف أنه هذه الجموع المليونية اللي توجهت أنه لأبا عبد الله عليه السلام، اليوم شنو شعوركم بهذه أنه الخدمة؟ شعورنا بهذه الخدمة مثل ما قلت لك سابقا، احنا جاي نواسي سيدنا زينب عليه السلام بهذه المصيبة التي توجهت من الشام إلى مقام سيدنا الحسين وسيدنا العباس، فكل مشاعرنا وكل أحاسيسنا هي تشعر بألم سيدتنا زينب وتواسيها بهذه المصيبة. تحسون بتعب عند هذه الخدمة؟ بالعكس، ماكو تعب، كل ما تزداد الواجبات وتزداد المهام لا نحس براحة وزيادة من الراحة لنقدم هذه الأمور وهذه الواجبات وهذه الخدمات للزوار أبا عبد الله. اليوم أنه عندما تقدمون أنه هذه الخدمة اليوم إحنا قربنا أنه تشرف انتهاء زيارة أربعينية الإمام، شنو شعوركم بآخر يوم بالخدمة؟
شعور ما يوصف، لأن أول شيء راح الشارع يفرق من الزوار، وهم الزوار كانوا هم الأمل اللي موجودين بالشارع، هم اللي يوصلون الرسالة للعالم أجمع. فمن يفرق الشارع وتنتهي زيارة الأربعين نحس بألم وحسرة. من يا محافظة حضرتك؟ من محافظة ذيقار. ذيقار، اهلا وسهلا بكل اهل الجنوب. انتوا يعني مواقفكم سباقه بكرمكم بعملكم بخدمتكم. احنا خدمه كل اي واحد اي شخص، احنا كنا عراق واحد، كل من يخدم حسب مسؤوليته. لو قالوا لك هسه نعوف الواجب مالتك وارجع للناصريه، شنو راح يكون موقفك؟ ما اتوقع هذا الشيء، اعوف الواجب واروح للناصريه. تحس هذه خدمه عظيمه؟ خدمه عظيمه، ما لها اي مجازات او اي لها، ولها شرف عظيم هاي الخدمه. الله يبارك فيكم، شكرا لك والله يوفقكم. الله يخليك، رحم الله. شكرا لك. مشكور حبيب قلبه. الله يخليك. اليوم انه شكر خاص الى قواتنا في الحشد الشعبي والدفاع والداخليه وكل الاجهزه الامنيه المشاركه في الخطه الامنيه لزياره اربعينيه الامام الحسين. خلينا نكمل انه لقاءنا مع زائرين الامام الحسين عليه السلام. السلام عليكم. عظم الله لكم الاجر ان شاء الله. عظم الله لكم ولنا الاجر باستشهاد 40 امام الحسين. نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وقادتنا وسادتنا بهذا المصاب الجلل. الله يبارك فيكم. من يا محافظة؟ أنا إن شاء الله خادم من خدمة كربلاء إن شاء الله. الله يبارك فيكم. اليوم شو نشوف خدمة الزوار؟ والله كثافة الزوار في هذه السنة. زيارة مليونية بقد ما هي المناسبة أليمة. نعم. بس إحنا أهل كربلاء بالذات نفرح بهاي من نشوف الزوار، الزائر العراقي، الزائر الإيراني، الزائر من كل الدول، يعني نفرح. نعم. بقد ما المناسبة أليمة. نعم. اليوم شنو شعوركم أنه أهالي كربلاء عند ما تنتهي الزيارة وآخر يوم الزيارة شنو اللي أنه يصيبكم من داخلكم؟ والله يصيبنا، قلت لك الزيارة هي تعب جسدي أكيد، بس تقبل الله يعني نحس هسه أنه يعني ليش ما بقلبك أحكي وياك، أحس الدمعة بعينك أنه بعدها ما سألتك هذا السؤال. بعدها الزيارة ما منتهي وأنا خليت نشعر بهذا الشيء، يعني ألم كأنه ما فاقد عزيز بالله العظيم، يعني أحكي وياك وهسه جسمي زين. اليوم أنه شو تقدمون للإمام الحسين؟ شو تقدمون زائرين للإمام الحسين؟ والله نقدم بكل ما نملك. إحنا اليوم ندري أهل كربلاء فاتحين بيوتهم وحسينياتهم وهيئاتهم كلها لخدمة زائرين الإمام أكيد الحسين. والله شقد ما نقدم وشقد ما نبذل قليل بحق زوار أبا عبد الله الحسين، لأن الحسين أنطى أغلى شيء عنده. نعم. فاحنا بقد ما جد ما ننطي ما نوصل فت قطره ببحر الامام الحسين. الله يبارك، الله يحفظك. طيب انه اليوم انه شنو رايك بعمل المواكب الحسينيه اللي تقدموه لزائرين الامام الحسين؟ والله جهود مشكوره، للعلم هي اغلب المواكب يعني من جيبهم الخاص. نعم. يقدمون اللي يقدرون عليه وان شاء الله ما يقصرون. تشوفون هاي الزيارة عددها أكثر من ال أكيد من أكيد بالذات. نعم يعني بالتأكيد، لأن فترة انتهاء المدارس عطلة. نعم. فشوف الزيارة ما شاء الله، رغم ذلك شوف الطريق مفتوح، يعني الحكومة المحلية في كربلاء والسيد رئيس وزير الداخلية العفو خلوا الطريق مفتوح، شوف الزائر يتمتع، يعني السيارة هل قدامك قاعد يوصلون بكل انسيابية. الحمد لله والشكر، بارك الله بكم وعظم الله لكم. مأجورين، عظم الله لكم الأجر ومشكورين على جهودكم حبيبي. إذن أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، إحنا اليوم نشوف أنه هذه الحشود المليونية توجهت من جميع بقاع العالم إلى تأدية الرسالة الحسينية. اليوم الإمام الحسين تعلمنا منه الرسالة، الشجاعة، البطولة، الوفاء، كل هذا تعلمناه من الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا الفضل العباس. وأكيد يعني نواصلكم أنه بعض المنجزات التي تقدمت في زيارة أربعينية الإمام الحسين وأهم الأخبار التي أوجزت في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اليوم أنه نشوف هذه الحشود المليونية تتوجه إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، ونشوف أن العتبة الحسينية والعتبة العباسية بأتم الاستعداد إلى هذه الزيارة، الزيارة المليونية. وأكيد نشوف أنه القوات المساندة من قبل أنه الحشد الشعبي والدفاع والداخلية لكل محافظات العراق، البصرة والعمارة والموصل والمثل، نشوف كل المحافظات القوات الأمنية انسحبت توجهت إلى كربلاء، فرق إسناد إلى كربلاء المقدسة.
واكيد ايضا انه دوائر الخدميه اللي دارت بلديه الانبار والكوت والعماره وشوف والبصره، وحتى انه جت دوائر البلديه من ايران طهران ومشهد توجهت الى زياره اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. واكيد انه كنا البارحه انه بجوله مع السيد وزير الصحه وشفنا انه هم الفرق المسانده من الجهاز الطبي ودوائر الدوله ودوائر الصحه بالاخص لكل المحافظات توجهت الى كربلاء المقدسه اسنادا الى دائره صحه كربلاء، ونشوف انه يعني توفر العديد من المفارز الطبيه والعلاجات والادويه الى كربلاء المقدسه، ونشوف الان حتى انه خطه السير والنقل من جميع المحافظات الى كربلاء المقدسه خطة متتالية انسيابية عالية جدا. وأكيد أنه لا ننسى أنه شكر خاص إلى الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة وقيادة شرطة كربلاء المقدسة وقيادة العمليات على تسهيل مهام الأخوة الإعلاميين وانسيابية العمل وانسيابية الطريق للأخوة الإعلاميين من جميع القنوات الفضائية. شكر خاص إلى كل من ساهم في نجاح هذه الزيارة المليونية، شكر خاص إلى كل من ساهم بالخطة الأمنية والخدمية لكربلاء المقدسة. وأكيد إحنا اليوم نرجع إنه زائرين الإمام الحسين ونشوف إنه هذه الخدمة المليونية التي تقدمت نحو طريق الإمام الحسين عليه السلام، ونشوف إنه آراء الأخوة الزائرين. راح نأخذ فاصل وراجعي لكم. الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعمائة أبي الأحرار الإمام الحسين عليهم السلام. أوافيكم الآن من داخل الطريق الذي يؤدي إلى مدينة الكوت، هذا الطريق الرابط من المنفذ الحدودي منفذ زرباطية وصولا إلى مدينة الكوت، مرورا بناحية جصان وأيضا قضاء بدرة. ما زالت الأعداد تتوافد عبر هذا الطريق باتجاه محافظة كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين. المنفذ الحدودي أيضا يعمل على مدى 24 ساعة، وهذا الطريق هو من أحد الطرق المهمة والطرق الرئيسية، يبدأ من منفذ زرباطية بناحية زرباطية وصولا إلى قضاء بدرة، بعد ذلك إلى ناحية جصان، ثم وصولا إلى مدينة الكوت. بعد مدينة الكوت يتجه هذا الطريق باتجاه قضاء النعمانية ومن ثم إلى يعني جسر المالح، الخط الفاصل بين محافظة واسط وأيضا محافظة بابل. ما زال المنفذ أيضا يستقبل الأعداد الكبيرة والأعداد المليونية المتجهة صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدسة. إلى حد هذه اللحظة تم دخول أكثر من 1,700,000 زار إيراني عبر منفذ زرباط الحدودي خلال موسم زيارة الأربعين، يعني الأسبوعين الماضيين وإلى حد هذه اللحظة. فيما يخص عدد المغادرين خلال يعني الأسبوعين أيضا وصل إلى 400,000 زار أدوا الزيارة في كربلاء المقدسة وغادروا البلاد أيضا عبر منفذ زرباطية. فيما يخص 24 ساعة الماضية تم دخول أكثر من 140,000 زار إيراني دخلوا البلاد خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص المغادرين أيضا غادروا البلاد خلال 24 ساعة الماضية قرابة 50,000 زائر أيضا عبر منفذ زرباط الحدودي. هذا المنفذ هو واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد، أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم ومغادرتهم أيضا عبر هذا المنفذ. فيما يخص الزائرين الأجانب يعني الدول جنوب شرق آسيا والدول التي تقع يعني على يمين يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تم تحويلهم عبر منافذ الشيب والشلامشة. منفذ زرباطية أيضا لحد هذه اللحظة الأعداد تتوافد وأيضا الباصات مستمرة بنقل هذه الأعداد الكبيرة، هذه الأعداد المليونية. ويعني فيما يخص منفذ زرباطية حدودي لم يحصل فيه أي زحام، عملية دخول وعبور الزائرين إلى الأراضي العراقية تسير بإنسيابية عالية. أيضا يعني تم مضاعفة الجهد الخدمي وأيضا الجهد الأمني ويعني من العناصر الأمنية والعناصر المدنيين داخل منفذ زرباطية لتسهيل عملية دخول الزائرين عبر ختم جوازاتهم. فيما يخص يعني عملية نقل الزائرين أيضا تجري على قدم وساق، هذه الأعداد الكبيرة هذه الأعداد المليونية تحتاج إلى يعني باصات كبيرة وأيضا عدد من بعض يعني السيارات تابعة إلى جامعة واسطة. الباصات أيضا خلية الأزمة عزمت على إرسالها إلى منفذ زرباطية الحدودي لنقل الزائرين، هنالك يعني عدد كبير من الزائرين ويحتاجون إلى عملية نقل كبرى. فيما يخص يعني الحوادث المرورية، ربما في الأيام الماضية حصلت بعض الحوادث المرورية أسهقت بعض الأرواح وأيضا بعض الجرحى، لكن لله الحمد خلال هذين اليومين لم يحصل هنالك حادث مروري في محافظة واسط فيما يخص يعني الباصات التي تقل الزائرين. ما زالت يعني عملية دخول الزائرين إلى المحافظة ومغادرتهم باتجاه محافظة بابل تجري بإنسيابية
عالية على الصعيد الخدمي. هنالك أكثر من 2400 موكب حسيني منتشرة على كل يعني طرق الزائرين في المحافظة خلال يعني هذين اليومين اليوم ويوم أمس. يعني الطريق من مدينة الكوت باتجاه يعني ناحية الشيخ سعد ومن يعني تابعة إلى يعني ناحية على الغرب التابعة إلى محافظة ميسان ومن ثم من الكوت باتجاه يعني قضاء الحي ومن ثم قضاء الفجر التابع إلى محافظة ديقار. هذه الطرق يعني شبه يعني فارغة، يعني كل الزائرين وصلوا إلى مدينة الكوت وغادروها من الكوت باتجاه يعني محافظة بابل. يعني الزائرين العراقيين سيرا على الأقدام من هذه الأقضية والنواحي. أما فيما يخص الزائرين الإيرانيين ما زالوا مستمرين، يعني المنفذ يوميا يستقبل 130 ألف زائر، يعني عملية نقل كبرى، يعني ربما يعني آلاف الباصات تقوم بنقلهم أيضا على مدى 24 ساعة. تم تحويل طريق هذه الباصات يعني منعها من الدخول إلى داخل مدينة الكوت حتى لا تحصل زحامات مرورية داخل هذه المدينة. تم تحويلهم عبر الطريق الحولي إلى السيطرة الخارجية لمدينة الكوت ومن ثم إلى قضاء النعمانية. أيضا تم إغلاق طريق يعني جصان دبوني أيضا لتلافي وقوع الحوادث المرورية، كون هذا الطريق هو باتجاه واحد وحصلت فيه حوادث مرورية خلال الأيام الماضية. على الصعيد الخدمي أيضا هنالك أكثر من 400 موكب حسيني نصبت داخل كربلاء المقدسة، هي تابعة لمحافظة واسط أيضا تقدم الخدمات هناك للزائرين داخل كربلاء. بدأت بعض المواكب الحسينية بالترحال من مدينة الكوت إلى يعني كربلاء المقدسة من يعني مدينة الكوت باتجاه ناحية علي الغربي وأيضا من مدينة الكوت باتجاه ناحية يعني قضاء الحي. هذه المواكب جميعها رفعت ونصبت داخل كربلاء. أما الطريق الرابط من منفذ زرباطية وصولا إلى مدينة الكوت وأيضا بقضاء النعمانية ومن ثم إلى جسر المالح، هذه المواكب ما زالت مستنفرة وتعمل على مدى 24 ساعة وتقدم مختلف أنواع الخدمات للزائرين من الطعام والشراب وأماكن الاستراحة أيضا. يعني الخدمة ما زالت مستمرة. بعض أصحاب المواكب الحسينية أخبرونا أنهم تم تقسيم يعني خدمة الموكب إلى شفتات ليعني يستطيعوا يعني استيعاب هذا العدد الكبير من الزائرين وتقديم الخدمة لهم على مدى 24 ساعة. أيضا هنالك بعض السيارات، يعني بعض أصحاب مدينة الكوت يأتون بعجلاتهم إلى هذا الشارع الذي هو الطريق الحولي ويقومون بتقديم الطعام هنا يعني من خلال الموكب أو ربما على الشارع العام مباشرة، يعني يقومون بصف السيارة جانبا ويقومون بتوزيع الطعام والشراب للزائرين. بعض الزائرين الإيرانيين يأتون مرهقين ومتعبين من السفر من مدنهم الإيرانية إلى المنفذ الحدودي ثم إلى مدينة الكوت، فبالتالي أبناء مدينة الكوت فتحوا قلوبهم وفتحوا أبوابهم لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين، خاصة يعني الكبار بالسن والعجزة والأطفال يعني يحتاجون إلى الراحة، فلذلك هم يعني يقيمون في مدينة الكوت. أيضا سيارات جامعة واسط تقوم بنقل الزائرين من المنفذ إلى مدينة الكوت حتى يتسنى للزائرين يعني المغادرة إلى كربلاء عبر يعني جراج الكوت الموحد، جراج المحافظات. أيضا يعني حركة الباصات تسير بإنسيابية عالية. أيضا يعني دائرة مرور واسط عملت على تخفيض وتقليل عدد الحوادث المرورية من خلال إجبار السائقين على خفض السرعة عبر الطرق الخارجية، وذلك من خلال نصب مفارز بين يعني عدة كيلومترات، هنالك مفرزة تجبر السائقين على خفض السرعة من خلال نصب أيضا مطبات ترابية من شأنها تقليل وإجبار يعني السائق على تخفيض يعني سرعة العجلة حتى لا يحصل حادث مروري لا سامح الله. ما زلنا وإياكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام وهذه التغطية المباشرة لشبكة مراسلينا في جميع المحافظات ليعني تغطية هذا الحدث الكبير، هذا الحدث العالمي، وهي زيارة أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. رجعنا لكم مرة أخرى بتغطيتنا الإعلامية من وسط كربلاء المقدسة، والآن نشوف آراء الأخوة الزائرين خدام الإمام الحسين عليه السلام بهذه الزيارة المليونية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر. لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. الله يبارك فيكم. من وين حجي؟ من بغداد. على رأسي. شلون شفتوا الزيارة الأربعينية حجي؟ والله زيارة الأربعين يعني هو المشاهد ماكو داعي احنا نتحدث عن هالمفخرة وهالعظمة وهالقدسية والرحمة الذي الله سبحانه وتعالى جاز بها الإمام الحسين دنيا وآخرة. وأنا دوري أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بذكر استشهاد سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين وأهل بيته وأنصاره، وأقول بحروف أربعة الطف جمع شخصين، بحروف أربعة الطف جمع شخصين، كل واحد صبح لحسين حارس، الأول أخوه من حيدر أطباع ومحبة فاطمة بقليبة واهس، والثاني
الثاني غريب جنب الحسين، نادر ما تلاقي له منافس، عباس البطل الأول تعرفه، والثاني نصير حسين عابس. ومقطوعة أخرى قالوا لي بناتك هل يلطمن، قالوا لي بناتك هل يلطمن، وقبال الزلم فرعات الراس، القصايد هم بناتي شلون منعا إذا كان بأسير خلاف عباس. ونسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر ويقبل منا هذا القليل ويعفو عن الكثير بعفوه ورحمته لنا ولكل المؤمنين بالقضية الحسينية إن شاء الله. الله يبارك بكم حجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بكم. الشاعر الحسيني غازي العبد الله من بغداد منطقة المعالف. أهلا وسهلا بك حجي. مثل ما لاحظتوا احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه، اليوم زياره اربعينيه الامام الحسين لن تختص على الكبار بل كبار والصغار، الكل مشاركين بهذه الزياره المليونيه والحشود المليونيه في زياره الامام الحسين. اليوم نشوف انه هذا الفتى اللي توجه الى مرقد الامام الحسين عليه السلام واجى انه الفضائيه الايام قال بدي اشارك بهذه الفضائية المباركة وفي هذه الأيام المباركة. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. علي لي صوتك، شنو اسمك؟ سلطان بهاء إبراهيم. من يا محافظة؟ من كربلاء المقدسة. اليوم سلطان شنو اللي راح تشارك نبي؟ أقرأ لكم قصيدة عن الإمام الحسين. يلا نسمع منك. قدمت وعفوك عن مقدمي. نعم. حسيرا أسيرا كثيرا ضمي. علي لي صوتك. قدمت لأحرم في رحبتيك، سلام لمثواك من محرمي، فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا عافية. عاش ايدك حبيبي، ربي يبارك بيك، يخلي العائلة إن شاء الله ويخليكم على نهج هذا الإمام الحسين، هذا النهج أنه المبارك. سلام عليكم حجينا. عليكم. قدم لي لهنانة، عظم الله لكم الاجر. لنا ولكم الاجر ان شاء الله. من يا محافظه؟ محافظه المثنى قضاء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليوم شلون شفتوا زياره اربعينيه الامام الحسين؟ شلون شفتوا الخدمات؟ شلون شفتوا المواكب الحسينيه؟ اولا زياره مباركه والحمد لله والشكر بالامان، وانسيابيه كلش حلوه، والمواكب بسم الله ما شاء الله تشوف يعني بما تشتهي الانفس. نعم. اي وبالنسبه للامن والامان نعم. شلون شفتوا انه الخطه الامنيه؟ شلون شفتوا العناصر الامنيه الخدميه الصحيه؟ كله زين، كله زين، صحيه وامنيه. طبعا الامنيه اضبط شيء هاي السنه الحمد لله، انسيابيه كلش حلوه، جهود مباركه من قبل الجهاز الامني طبعا، والحشد الشعبي المبارك ما قصروا بارك الله بيهم، والناس هم شويه متفاهمه هاي السنه اكثر الحمد لله. الحمد لله. طيب اليوم انه ما تعبتوا ما مليتوا من هذه الخدمه؟ لا. يجي يوم تتعبون من هذه الخدمة؟ هاي مستحيل تسألها لواحد يعني. احنا نتعمد نسأل هذه الأسئلة. الولد نريد نوصل الرسالة الحسينية. مستحيل تسأل هذا السؤال لواحد يعني مولود على هذا النهج وعلى هاي الخدمة وعلى الحب لآل البيت أجمعين طبعا. ما يوقفكم شيء؟ لا أبد مستحيل، احنا ما وقفنا، شنو يوقفك بعد؟ مستحيل، يعني اليوم أفقر شخص بهذا مجتمعنا هو جاي يعطي خدمة أزيد من اللي المتمكن. نشوف اليوم انه هم قضية انه اخرى، اليوم تصل الزيارة الى اكثر من 20 مليون زائر. ازيد ازيد. وازيد من هذا أزيد من العدد، شلون تكفي هذه المواكب الحسينية؟ شلون تكفي هذا؟ ببركة محمد وال محمد تكفي، والناس جاي تدخل نشوفها ازيد من المواكب، بس هي ببركة محمد وال محمد جاي تكفي ومسيطرون الحمد لله. احنا دائما نشوف اكو معجزه سنه تصير، يعني اليوم إلهي معجزه إلهي. ممكن هي اصغر مدينه معجزه، شلون تتحمل هذا الكمل هاي؟ معجزه سنويه هاي، لا جديده يعني، مو جديده، كل سنه هاي المعجزه موجوده، ومناظر العالم كلها يعني كل الناس يعني متعجبه، باقي الدول اقصد لك، مو احنا ما نتعجبنا، كل سنه هاي المعجزه موجوده اكيد ومتفاعلين وياها والحمد لله. الحمد لله. شنو رسالتك للي انه ما اقدر هذه الزيارة اللي انه الجرحى المرضى؟ والله ان شاء الله كلهم دعينا لهم وقلدناهم الزيارة، احنا قلدنا زيارة مكانهم ان شاء الله، ودعينا للمرضى الشفاء العاجل بجاه حبيب الحبيب محمد وآل بيته بجاه الحسين الشهيد، لكل شخص ما قدر يوصل او شخص مريض يشافي بجاه مريض كربلاء. شكرا وغاتي. في ميزان حسنات مجورين ان شاء الله. احبتي المشاهدين ومتابعي قناه الايام الفضائيه، اليوم نشوف انه هذه الرساله الحسينيه، هذه الايام المباركه، احنا اليوم انه
في كل عام ننتظر مثل هيك ايام انه لدخولنا بتأدية الرسالة الإعلامية الصحيحة وسط هذه الجموع المليونية، وسط هذه الجموع التي أتت من جميع بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة، إلى كربلاء الحسين عليه السلام. اليوم هؤلاء الزائرين الإمام الحسين توجهوا من جميع بقاع العالم تحت هذه القبة، هذه القبة الشريفة ألا وهي قبة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا الفضل العباس عليه السلام. أكيد أنه اليوم أنه نشوف هذه أنه الجموع المليونية تتوجه إلى المرقد الشريف حبا بالإمام الحسين عليه السلام. وهذه الزيارة أنه لاحظنا بها لمسة جديدة اليوم، أنه نشوف أنه الأخوة المسيحيين والصابة والأزيدية والتركمان، كل طوائف المجتمع العراقي، كل القوميات مشاركة بهذه الزيارة المليونية، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وشفنا أنه اليوم حتى كل الدول، بالذات أنه الأخوة الفلسطينيين، اللبنانيين، السوريين، الإيرانيين، كل الدول مشاركة في هذه الزيارة، زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. وأكيد يعني إحنا شفنا أنه البعض من الإيرانيين أتوا من مشهد ومن طهران إلى كربلاء المقدسة لإحياء هذه الذكرى الأليمة. خليكم أنه ويانا خلينا نشوف أنه آراء زارين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله لكم الأجر. والله من يام محافظة النصرية. أهلا وسهلا. كل أهل الجنوب جيتوا مشي؟ أي والله مشي؟ أي والله. شلونكم ما تعبتوا؟ والله الحرمة الحمد لله يسوى التعب. الخدام الحسين وما قصروا بالخدمة، نشكر أهل المواكب والناس الفاتحة بيوتها، وان شاء الله ماكو تعب. هم حرتوا بمبيت، حرتوا انه بمنام، حرتوا باكل، لو انه كل المواكب مفتوحه. كل المواكب وبيوتهم مظلومهم، احنا نشكرهم على العزوبيه، على هذا الاداء. شلون شفتوا العزوبيه مال المواكب الحسينيه، عزوبيه ابو عبد الله؟ ما قصروا. القصور ما بيهم. كل قصور ما بيهم، وان شاء الله يحفظهم الحسين ان شاء الله. اليوم انه احنا دائما احنا نقول يمكن هذه الزياره لو صارت بالجنوب يعني ما ندري انه شلون راح، شنو العزوبيه مالتهم، ما راح تنعاد اكثر واكثر. أكثر وأكثر. أكيد. اكيد اكيد. زين شفتوا هذه الزياره انه الاعداد هائله اكثر من السنين القادمه؟ صحيح اكثر هالمره، مضاعف مضاعف ذيك السنين مضاعف. شلون زين انه شفتوا انه المفارز الطبيه الخدمات احنا مطلع. نشكرهم ما مقصرين ويا الزوار وقايمين بالواجب وزايد. الله يبارك فيكم. عساكم ما تعبتوا، عساكم ما تعبتوا يا حبيبي. الله يبارك فيكم، توصلون بالف سلامه. نسالكم الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم، رحم الله والديكم، عظم الله لكم الاجر جميعا ان شاء الله. من يا محافظه؟ هنا من كربلاء. على راسكم. اليوم انه شلون استقبلتوا زوار الامام الحسين وانتم اهل كربلاء اهل الكرم؟ والله نرحب بهم ونحطهم على راسنا، والله العظيم بهم خير ودللهم. فتحتوا بيوتكم، فتحتوا حسينياتكم؟ على راسنا نخليهم، والله على راسنا، على راسنا نخليهم. شلون شفتوا ان الزياره هذه السنه بكثافه عاليه؟ والله زياره من كفاءه عاليه وكل زين يعني، ونبارك كل الزوار واكثر اكثر بعد ان شاء الله. انتم اليوم اهل كربلاء شو توجهون رساله للزائرين الامام الحسين القادمين؟ والله نوجه زياره ان شاء الله كل العالم تجي. زوار لابو عبد الله، كل العالم يجون هنا ان شاء الله بكربلاء، واحنا ان شاء الله نرحب بهم بخير ودللون. وان شاء الله نقصر وياهم. يمكن اخر ايام الزياره تحسون بوحشه عند ما تنتهي الزياره. طبعا طبعا. زياره رحيت الله شاهد ورسوله. نحس انه هذه اللهفه. زياره ما تنوصف، ابد ما تنوصف يعني. يعني 3 أو 4 أيام بقى للزيارة، جزء بعد احنا جزء بعد ما موجود بعد ما نوصل ست جاية. الحمد لله. جزء هالزيارة موجودة بها، زيارة تجي ما موجودة بها. أكيد أكيد. إن شاء الله بعون الله. يغفر الجميع إن شاء الله زوار الحسين. بارك فيكم، يحفظكم الرب إن شاء الله. الله يبارك فيكم، السلام عليكم. عظم الله لك. حبيبي عظم الله لك. رحم الله هنا يمي. شلونك؟ زينة. شنو اسمك؟ نورة. من يا محافظة؟ من كربلاء. اهلا وسهلا بكم، يحفظ لك اياها ان شاء الله. اليوم شلون شفت زياره 40 للامام الحسين عليه السلام؟ والله يعني هي 40 للامام الحسين استثنائيه، ما تنوصف يعني. الشمس الواضحه ما جو واحد يعني يعبر عنها او يحكي، هي واضحه بعد صامده. وكل سنه يعني يزيد الخيرات ابو عبد الله، وسفره الامام الحسن بعد هي هاي اللي يعزب الزوار الامام الحسين. شو تقولون انه رسالتكم انتم اهل كربلاء الى زائرين الامام الحسين عليه السلام؟ اهلا وسهلا بهم من كل مكان، من اي من كل مكان. كنا نمسح شويه. انتم تتمنون انه يمكن هذه الزياره تبقى لمده عام كامل؟ اي والله، هسه احنا حسب الخمس ايام راح بس من القهر يعني راح تخلص الزياره، راح يخلص الوجوه الخير. من كربلاء تصير وحشه عليكم. اي والله صحيح، يعني تعودنا هاي الايام شوف. ونكيف هسه الزاير بس يجي ويانا يروح للبيت. تتمنون انه تطول هذه الزياره؟ اي والله، انا هسه عندي زوار، انا جاي من الناصريه ومن بغداد.
بيئته مفتوح لكل الزوار. شو يقولوا لكم انه الزوار هسه عند ما تستقبلوهم، شو يسولفوا لكم عن كربلاء، عن استقبال انه اهالي المواكب اهالي الحسينيات؟ يعني الحمد لله زوار ابو عبد الله يعني يجي للبيت ويحس روحه هو يعني مستحي، ويحس روحه يقول انا او ثقلت او صار الثقل عليكم او زحمتكم. قلنا لا هذا بيتكم. هذا استقبلتوا زوار عرب ايرانيين ببيوتكم؟ والله السنه ما جبت ايراني، العام جوني زوار ايراني للبيت، بس انا هم عندي خدمه انا وهاي يعني عندي هيئه اروح اخدم بيها، وجماعتي اتصال من الناصريه وهاي، فهسه الحمد لله وياي من امس. شوفون اكو فد شيء انه فاقدي بهذه الزياره لو كل الامور مكتمله؟ كل سنه تكتمل ازيد، ما بين نقص، ما بين نقص، الحمد لله. نشوف يعني هذا كل هذا ندعو الامام صاحب العصر والزمان انه يعجل فرج رب العالمين، يعجل فرجه. هو حاضر ويانا قدام الله عليه، نتمنى ان فاطمه الزهراء من سجل الزوار تطلب مراجز تقضي حوائج المحتاجين جميع ان شاء الله من العراق. نشوف انه جهود امنيه وخدميه ارتأت في كربلاء المقدسه وواجدت في كربلاء المقدسه بشموع لن توصف من الدوائر الدولة الخدمية الصحية الأمنية، كلها نزلت إسناد إلى كربلاء المقدسة. الدرجة الأولى اللي مهتمة هي كربلاء الوضع الأمني، الوضع الأمني الحمد لله عالي العال والسيطرة. أي بركة أبو عبد الله قبل لا تكون النجاح. أكيد أكيد أكيد، هو القائم بالزيارة اللي ما بصاحب عصر والزمان والأهل البيت كلهم، والحمد لله ربك يسخر الجنود الله يوفقهم إن شاء الله. الله يبارك بكم في ميزان حسناتك. رحم الله وديك الجميع. والله هنا زاير يمي هنا نتاع. سولف لي سيدنا، سولف لي عن الزيارة. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم الأجر. الأجر وايد. الله يبارك بكم. شلون شفت إنه الزيارة المليونية، الزيارة الحسينية؟ من يا محافظة قبل كل شيء. أنا من محافظة ديالى، صار لي ست أيام. أهلاً وسهلاً بأهل ديالى. طلعت قلت من الباب للباب، هاي كل سنة إن شاء الله أنا جاي أزور. شلون شفت الخدمه بكربلاء؟ شلون استقبال انه المواطنين يعني ما كربلاء؟ يعني شو اشرح لك، ما اقدر يعني اعبر لك، ما تنوصف العزو يعني ما تنوصف. سفره ممدوده على طول العراق من الشمال للجنوب، يعني منين ما تجي سفره ممدوده. نشوف هذا انه نشوفها انه معجزه، انه يعني بال20 مليون او فوق ال20 مليون كل سنه، شلون دا يكملون انه من ناحيه اكلهم وشربهم وهذا الكم الهائل؟ ما اعتقد انه اكو اكثر من هيك. والله مثل العراق يعني ما تلقى، العراق اكثر الكرم مشهور بالعزوبيه، يعني سفره ممدوده على طول الطريق. انا جيت خدمات ما مقصرين ويا الزائر، يعني اهم شيء اسعاد الزائر، الخدام ما جاي قصر. هم زين اوكي، هم حرتوا بمبيت، ما لقيتوا مكان تواتون بيش ابد من هذا الشيء، انه كل والله العظيم كل شيء متوفر، يعني ما الزائر ما يحير بزو، يعني يجي مرتاح، يعني يعتبر نفسه مرتاح، مبيت موجود، خدمات، كل شيء متوفر، سيارات تنقل، كلها مجاني على حساب الدولة، الدولة ما قصرت. أكيد الدولة والعتبات المقدسة. والعتبات المقدسة احنا نشكرها كلها، يعني شكو واحد يجاهد بالحسين ومشي. جيتوا مشي سيد؟ والله العظيم لا مشي جيت. شلون شفتوا الطريق كلها حركه انسيابيه عاليه يعني. النقل مالتكم شلون انه تشوفون انه اكو نقل عادي؟ والله انا وصلت لبغداد وما قدرت اكمل، يعني تعبت. نعم. فسيارات تنقل انه سيارات اوكي، من اجت السيارات خطه النقل زينه وقدرتوا توصلون بالسيارات الكربلاء؟ يوصلون يعني من سياره سياره وصلون، يعني ما قصروا، يعني شيء يعني شو اشرح لك على حسين ما أقدر. صار كم سنه تمشي؟ والله العظيم هاي صار 15 سنه يعني. 15 سنه. زين ما تعبيت ما مليت من هاي؟ ما مليت، انا ضايج وحزنان لان تنتهي الزياره راح، يعني راح ارجع البيت حزنان. شنو شعورك من انه اخر يوم الزياره وانت تريد ترجع والله العظيم ايش يعني. الله يبارك فيكم، هنيئا لكم هذه الخدمه الحسينيه. والله العظيم يعني هنيئا لكم زياره ضوج انا. هنيئا لكم هذه الخدمه الحسينيه. يعني انا هسه شافاني الحسين، تدري انا كانت رجلي معوقه. والله الله عليك يا عبد الله، يعني سنه من السنين، يعني تقريبا 3 سنين طلعت في البدايه. استاذ المشاهدين حتى توصل انه معجزات ابو عبد الله الحسين في العباس ابو فاضل. نعم. قبل 3 سنين يعني بالبدايه مالتي كنت طالع 3 سنين، اندعمت بحادث سياره، الدكاتره عزوا على رجلي، قال هاي رجلك انشلل بعد ما تمشي. حادث يعني؟ اي حادث. نعم. رجلي قفلت ما تمشي، قال ما تمشي ابد، على العكازات ظلت نايم. بس نخيت ابو فضل عباس وشهيد كربلاء، نخيتهم كلهم ونخيتهم البنين، قلت السنه هاي قرب ل40 وانا نايم بالفراش،
يعني قلت لازم اروح لزياره الاربعينيه. فوالله العظيم كلب الطيف وجاني الحسين عليه السلام. الله عليك يا ابو عبد الله. والله العظيم وهي رؤيه صح. وهسه شوف هسه ما شاء الله يعني خير من الله. وقلت لحد ما اموت انا اظل مميت لزياره الاربعينيه. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. انا واولاد وابوي يعني شكو واحد بالشارع اسولف له على زياره الاربعينيه وشنو احداث الطف اللي صارت يعني. هاي قبل كم سنه صارت؟ هاي صار 7 سنين. مشي عليها كل شيء هسه كل شيء لا عمليه لا اي يعني رحت للدكاتره قال كل شيء ما بيك يعني معجزه والله العظيم يعني هسه انا يعني ما اريد اطلع من كربلاء اريد هنا اظل بكربلاء. شنو اخر يوم شنو اللي تحس الشعور اللي يصيبك اخر يوم بعد ما يعني يمرني بحزن والله العظيم اضوج على الزوار اقول هاي الشارع راح يفرق. نشوف اللهفه وعيونك مدمعه من تحكي هذا الكلام تحسه طالع انه من اعماق قلبك. يقول لك جيت من مكان بعيد وحيل ما بي ولو ما ميت من الشوك شاف جابني رجلي. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. هنيئا لكم والله العظيم هنيئا لكم هذه الخدمه الحسينيه. يوفقكم ابو عبد الله. والله يعني نحسب لها يوم يوم الزياره الاربعين. ان شاء الله كل عام وكل سنه كل البيوت اهل كربلاء والمواكب والعتبات كلها مفتوحه الخدام ابو عبد الله. والله ما يقصرون اهل كربلاء يعني اهل النجف هم ما يتوصفون يعني ما شكو عتبات ما تتوصف يعني ما اشرح لك ما يعني ما اعبر لك على الزياره يعني شو اشرح لك عليها ما يعني ما اقدر اوصف لك يعني الشعور العام يعني زياره يعني مليونيه ما تنعد. هواي عندنا انه جرحى ومرضى ما قدروا يجون بهذه الزياره. احنا ان شاء الله ندعي لهم ندعي لشهداء العراق الله العظيم يعني ما ناسي هذول بقلوبنا. هنيئا لكم هذا الله يحفظك الله يبارك فيكم. احنا اليوم نشوف انه قدام الامام الحسين من جميع دول العالم وجميع محافظات العراق امتلأهم هذه الحب الابدي الا وهو حب الامام الحسين عليه السلام. نشوف انه هذه معجزات الامام الحسين يوم بعد يوم تتكاثر وبالاخص بهذه الايام المباركه الا وهي ايام اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. خلينا نكمل انه تغطيتنا ونشوف انه اراء الاخوه الزائرين في محافظه كربلاء المقدسه ونشوف انه اهميتهم وحبهم وحرصهم لهذه الايام المباركه. السلام عليكم. السلام عليكم. عظم الله لكم الاجر. عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى رجوع سبايا الحسين الى كربلاء المقدسه. الله يبارك فيكم. اليوم انه من يا محافظه؟ من محافظه ذيقار قضاء الشطره. اهلا وسهلا باهل الجنوب. انتم ما تقارنون بالعزوبيه. والله هي جميع المحافظات ان شاء الله امام خدمه الحسين ما تقصر ان شاء الله. احنا نريد نقول انه لو فرض انه الاربعينيه انتقلت الى الجنوب شنو عزوبيتكم؟ والله يعني الجود بما جود يعني اهل الناصريه ان شاء الله وجميع المحافظات ما يقصرون ولو كانت الاربعينيه في الناصريه يعني شنو اللي نقدمه مقصرين ويا الامام الحسين سلام الله عليه. تحسوا قليل؟ شيء اكيد قليل لان الحسين انطى ما انطى قدم اطفاله ونتائه وعائلته واصحابه وانصاره كله لاجل محمد وال محمد. اجيت انه مشي من ذي قار ان شاء الله؟ لا جينا مشي من محافظه ذي قار قضاء الشطره وعندنا خدمه. كم يوم الطريق صار عليكم؟ تقريبا 8 ايام. 8 ايام، شلون عشتوها هاي الثمان ايام؟ شلون مرت عليكم؟ شلون مشيتوا بهاي الثمان ايام؟ يعني اكيد انه تحتاج اليوم الثمان ايام الى اكل وشرب وراحه ومبيت، شلون قدرتوا تمشون هاي الثمان ايام؟ والله الحمد لله طريق الحسين ما بي اي نقص الحمد لله، شنو اللي ببالك يعني تلقاه بالطريق من خدمه من مواكب يعني الحمد لله خدام الحسين والمواكب ما قصرت مشكورين على جهودهم المبذوله. شفت انه اداء انه خدمة الحسين المواكب الحسينيه بكربلاء؟ والله حقيقه انا اصغر من يقيم خدمة الحسين، خدمة الحسين ان شاء الله يقيمهم ابو عبد الله الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. وما قصروا ان شاء الله ويزوار الحسين. الله يبارك فيك. رساله الى كل الزائرين الامام الحسين، الى كل الزوار اللي ما قدروا انه يجون ايضا ويحضرون هذه الايام المباركه. ان شاء الله يعني انا شخصيا بالنيابه عن جميع اللي ما حضروا وعن جميع الشهداء شهداء العراق اللي ضحوا ان شاء الله نهدي لهم خطوات ونرجو من الزائرين يعني ان يدعون صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ان يمن على العراق بالامن والامان والصحه والعافيه لجميع زوار الحسين. ان
الله يبارك فيكم، هنيئا لكم. الله يعزك. الرادود امجد الصغير مدير مكتب قناه شعاع الفضائي في محافظه ذي قار، مشكورين على هاي التغطيه الاعلاميه. قبل لا نختم، انه قلت رادود يعني خلاص انا نريد نسمع من عندك شيء للامام الحسين. الله يبارك فيك. مو عطشان لحد يسألني من الناس، مو عطشان عطشان الوجه العباس، مو عطشان أول مرة تصير وياي، وديت الماي للماي، مو عطشانة. نسأل الله القبول والعودة إن شاء الله. الله أنفاسك بأنفاس الجنة. الله يبارك بيك ونشكركم على هذه التغطية الإعلامية، وإن شاء الله منظورين بعين الحسين سلام الله عليه. أنه حتى رسالتنا الإعلامية هذا قليل بحق سيدنا ومولانا الإمام الحسين. إن شاء الله. الله يبارك بيكم موفقين إن شاء الله بعين صاحب الزمان إن شاء الله. الله يبارك بيكم يا حبيبي، موفقين إن شاء الله. تاج راس. شكرا لك. اليوم أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، لاحظت وشاهدت آراء الأخوة الزائرين خدمة الإمام الحسين التي عانوها إلى أن وصلوا هذه البقعة، بقعة الإمام الحسين كربلاء المقدسة، كربلاء الآباء. اليوم انه شفنا انه يعني بالإضافة الى انه الخدمات الحسينية والمواكب الحسينية والهيئات الحسينية قدموا ما قدموا الى زائرين الإمام الحسين، وكل هذا قليل بحق سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. اخذين فاصل وراجعيكم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة اخرى احبائي المشاهدين من كل مكان، ونحن ننقل إليكم هذا البث الحي والمباشر عبر إذاعة قناة الأيام الفضائية وعبر شبكة مراسلي هذه القناة المباركة من كل مكان في العراق الحبيب، نقلا حيا لزيارة الأربعينية الخالدة ومسيرة العشاق نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام لإحياء هذه الذكرى. عظم الله لك الأجر. تكلم إن شاء الله. حدثني عن ما تقدمونه من خدمات في مواكبكم الحسينية في منفذ الشلامجة. مواكب الحسينية كلها من الشلامجة لحد كربلاء كلها مفتوحة للزوار. أول مرة أنت من العراق لو من إيران وشارك بالمواكب؟ أنا من العراق بس مقيم بإيران. كنت مقيم بإيران. أي بس تكلم اللغة الفارسية وتنادي. شنو الخدمات اللي تقدمها للإخوان الزوار؟ الخدمات تبين جبيس. الخدمات الجاية نقدمها للزوار. سيارات نوديهم للزيارة، طعام، مبيت، مريح، بعد طبيب، ما طبيب، كل شيء موجود، خدمة متوفرة، أي شيء يريد. بيوتنا نخلي لهم، عندنا بيوت من البصرة لحد كربلاء، هاي بيوت العراق كله. شو تقول للزائر؟ شو تقول للزائر الإيراني بالفارسي إذا ضاع، إذا تعرض خدماتك عليه، شو تقول له؟ أغي الزائر خش مدينة زيارة قبول باشا إن شاء الله. عراق منزل شماس، هیچ جای نگرانی نیست، هر کی هر مشکلی پاسپورتی گم کرده، بچه کسی گم کرده پیدا میکنه، پاسپورتم گم. یعنی شنو بالعراق؟ يعني بالعراق اقل الزائر اصلا لا تخاف منها، بالعراق بيتك زين. بيتك نعم. الثاني الاولي هذا بيتك زين. اي شيء تضيع ما تضيع احنا كله احنا موجودين. اذا ضاع جوازك اي شيء يضيع جوازه اهله موجودين ونلقاهم له. يعني أصلاً الترجمه مستمره بهاي المواكب؟ نعم 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 متابعين احنا تابعين للحسين. للحسين سلام. للحسين الحشد والحسين بالتوفيق ان شاء الله. بعد روح للجميع ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الخب ان شاء الله؟ زياره قبوله. ممنون. ما به عنوان یه ایرانی از خوزستان خیلی خوش اومدید. از خوزستان هم انشالله رام هرمز. رام هرمز. آره خیلی خوش اومدید انشالله. چه روز اومدی؟ چند روز اونجا؟ 5 روز اونجا هم انشالله که مهمان پذیریتون خوب و دهمین باره. خیلی خیلی خوش اومدید. موفق باشی. چرا سالهای دیگه هم بیا. حجین الله یساعدك. الله يسعدك. الله يجويك ابويا. جواك الله. شلون عافيتك؟ ان شاء الله ما تعبت. شكرا. الحمد لله رب العالمين. احنا هنا قناه الايام الفضائيه الحمد لله رب العالمين. ونقول لك الله يساعدك على التعب. احسنتم رحم الله والديك. شكرا شكرا. وان شاء الله اعتذرنا على التقصير. ان شاء الله ماكو تعب كل تقصير. اعذرونا على التقصير اللي تقصير ماكو. اذا صار تقصير كل شيء ماكو الحمد لله. سولف لي عن روحتك وجيتك. انا كل سنه اروح زين. انا كل سنه بال40 وخريدك شو اسمه
اروح للعتبات للزياره كم مره جاي وارجع. انا بذكرت هسه من يوم الذي استبدوا زياده ال 40 زياده ال 40 يعني جه صار لك 20 سنه 15 سنه اي 20 سنه 15 سنه أي. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى سهل لنا هاي زيارة الأربعين الحجة. هي تمنيها لوين حجي؟ أنا من أهل عبادان. عبادان أي نعم نعم. والنعم من عندكم أهل عبادان. الله يسلمك عيني بويا. شو تقول للعراقيين شعب العراق؟ أقول لهم أشكركم وممنونين، نشكر من عندكم وممنونين من عندكم. أنتم يعني حقيقة على قولة السيد الخامنئي بديدة إن شاء الله، بديدة جديد هاي السيد السيستاني الله يحفظه. الحمد لله رب العالمين. السيد السيستاني الله يحفظه، اشكره وممنون، ممنون من عندنا اللي هو صاحب الفتوى اللي خلى الناس هاكله تمشي. نعم 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 ممنون من اي صحيح ها اي صحيح صحيح اي حق حق. شو تقول انت تعال مزور حجينا العزيز؟ اشكرك عزيز. شو تقول اليوم؟ شنو كلمتك الشعب العراقي؟ انا افتخر بالعراق والنعم منك افتخر. وشلون هاي الخدمه؟ هو هاي الخدمه ما حد يخدم منها هيك خدمه العراق تستاهل والله. ونفتخر بالحسين والعباس والحسين السلام الله وخدمة العراقية كلهم. شكرا لك خادمة الحاج كل الهلبي. شاعر منين الشاعر؟ حسن طعم الطرفي. شاعر والنعم حسن الطعم الطرفي. حسن حسن الطعم الطرفي. حسن الطعم الطرفي شاعر من من عبادان البيت. شاعر من شاعر أهل البيت. عندك شيء سمعنا أول مرة لأهل البيت؟ قول نزور حسين لازم بأربعينة. لازم اي نزور حسين لازم بأربعينة. اي النبت شبات النبت شبات النبت شبات ومية شب ام النبت نشاب ومية نشاب ومية اي بأربعينة بأربعينة اي البحر البحر اي دمع الجرينة زين القرينة اي البحر دمع الجرينة بأربعينة على حسين وابو فاضل اخيه على حسين وابو فاضل اخيه اخيه اي غيرها عندك عم خدمتك اي هاي اي عم خدمتك اي على حسين الدمع يجري يا خيدام يا خيدام هذول الخدمة يا خدام اي على حسين الدمع يجري يا خيدام وحزننا بالقلب لجله يا خي دام يا خي دام جزاكم خير من ربكم يا خي دام جزاكم خير من ربكم يا خدام الحسين وصحبته وربعه وخويه خويه اي بيك بيك حسين يرضي الطف والتمات الله والتمات اي بيك حسين يرضي الطف والجمات وعليه حسرات اللي بقلبه والجمات والجمات وعليه حسرات اللي بقلبه والجمات خير العده خيل خيل العده داسته والجمات جرحه جرحه وخلى جرحه وبتشن ارض الغاضريه جرحى وبكن الارض الغاضريه هسه بعد واحد يلا بعد وحده يلا بعد وحده على العباس سلام الله على ابو فاضل دمعي يتر على العباس دمعي ترش وديان وديان ولا اظن مثل اخوي هاي زينب العباس زينب خاطب العباس العباس سلام الله عليه اي ولا اظن مثل اخوي بناس وديان ابو فاضل اتعهد لخو وديان شفوفه ورقبته وروح الابيه اسف مرهم الجرحك خي ملختن ملختن وهرش قلبي بمصابك زين بس خاطب الحسين عليه السلام اسف مرهم الجرحك خي ملختن وهرش قلبي بمصابك خي ملختن وين وين كان هو خيمة وين كان هو خيمه لخته يجي وينجينا من الرجاس وميه يا سبع القنطره اشخاطب للسبح العباس يا سبع القنطره نريدك خيمنا خيمنا
وقلبنا بكربل حضورك. خيمنا خيمنا سبونا وحرقه وعدانه. خيمنا سبونا سبونا وحرقه وعدانه. خيمنا وخذونا احنا ليزيد ابن الدعية. احسنت. تتكسر بالقلب لحسين عبره. عبره هاي اخر. والتاريخ منه خذه. عبره عبره. يا ابوي اللي اجى لحسين. يا ابوي اللي خدم لحسين. عبره بسهولة على صراط بلاذية. بسهولة على صراط بلا اذية. نسير على الصراط بلا اذية. بلا اذية. ونلقى الحسين هناك واقف لنا. واقف لكم ان شاء الله. الله يسلمك. واقف لك الحسين حسن طعمه. ان شاء الله حسن طعمه الطرفي. حسن طعمه الطرفي. الله يهانيك بخدمتك. من العبادان. اهل عبادان. عظم الله لك الاجر. خادم اهل البيت. طيب الله انفاسك على هذا الشعر. الله يوفقك. الله يخليك. ان شاء الله. طيب وزن. شكرا شكرا. ادعينا حجي. انا ان شاء الله. الغيره تمثلت في حسين. الغيره تمثلت عماس. الغيره تمثلت بالحيد. الغيره الغيره تمثلت بالحيد ابو فاضل بيوم الطف. الله اكبر. الغيره ما ها بالعدى العباس بيوم الأهمة وقفه وصف صف فدى روحه لاخوه حسين. فدى روحه لاخوه حسين بلطف. ايه فدى روحه لاخوه حسين. ايه لحسين فدى روحه لاخوه حسين. عظم الله لك الاجر. اشكرك. هواي حجة شعر. نسيت نسيت. هواي شعر. فدى روحه تعبان انت وجاي من زيارة. ايه فدى روحه لاخوه حسين وقلبه حن لاخوه ورف. وتحزم بحزام الغيره. وتحزم بحزام الغيره. ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لكم. وهذا الزائر الكريم اللي جاي من عبادان شاعرنا حسن الطرفي. وتحياتي لكم مشاهدينا الاكارم. وما زلنا واياكم وهذا البث المباشر الحي من الشلامشه من البصره. لبيك يا حسين. واجوركم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم. خطة وزارة الصحة تشمل كافة دوائر الصحة في العراق، تبتدئ بدوائر الصحة بالمحافظات وتنتهي بدائرة صحة كربلاء. في دائرة صحة كربلاء الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بصورة عامة تمثل بوزارة الصحة، الطبابة العسكرية التابعة للجيش، طبابة الحشد الشعبي، الهلال الأحمر، إضافة إلى كافة المفارز والمستشفيات التابعة للعتبات المقدسة في محافظة كربلاء. كل المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى المفارز الثابتة والجوالة وسيارات الإسعاف كلها معنية بتقديم هذه الخدمات الصحية. لحد هذه اللحظة أكثر من 3.5 ملايين مراجع زاروا هذه المؤسسات الصحية. أيضا إضافة إلى الجانب العلاجي وتقديم الخدمات الصحية، هناك جانب هو تقديم الخدمات الوقائية والتوعية الصحية بالأخص بما يتعلق بسلامة الغذاء والمياه وكذلك المأكولات التي تقدم للزوار. فرق جوالة بحدود 55 فرقة تزور المواكب وتقدم النصح والإرشاد والتوعية الصحية في كيفية التعامل مع الغذاء والماء إلى هذه المواكب. إضافة إلى أخذ نماذج للفحوصات المختبرية، لحد هذه اللحظة أكثر من 35 ألف فحص مختبري تم للمواد الغذائية وللمياه التي تقدم للزوار. إضافة إلى توزيع منشورات بثلاث لغات باللغة العربية والفارسية والإنجليزية للزوار الكرام. الحقيقة التنسيق عالي جدا بين وزارة الصحة وبين كافة الجهات الساندة الأخرى، وإن شاء الله تستمر هذه الجهود لحين انتهاء الزيارة وعودة الزوار إلى ديارهم آمنين وسالمين. هل يوجد أنه خطة إسناد من قبل أن المحافظات المجاورة والمحافظات الأخرى مع لكربلاء المقدسة؟ وبالتأكيد كل دوائر الصحة باستنفار، وكل دوائر الصحة لديها خدمات تقدم داخل محافظة كربلاء، إضافة إلى خدمات التبرع بالدم. ولحد هذه اللحظة عندنا مفرستين للتبرع بالدم تابعة إلى مصرف الرئيسي، المصرف الوطني للدم التابع إلى وزارة الصحة، مفرستين ويعني عدة مئات من القناني تم التبرع بها من قبل الزائرين الكرام. هذا إضافة إلى الخدمات الأخرى. العمل هو عمل لكافة دوائر الصحة في العراق بتنسيق عالي
ضمن وزارة الصحة وكذلك بين وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تقدم الخدمات. طيب معالي الوزير، أكو تنسيق فقط مع الدول المجاورة مثل إيران أو باقي الدول مشاركة في هذه الزيارة المليونية؟ طبعا أكو تنسيق عالي مع الهلال الأحمر الإيراني ووزارة الصحة الإيرانية، هناك فرق إيرانية موجودة، هذه الفرق الإيرانية حسب الاتفاق معنية بتقديم الخدمات للزوار الإيرانيين، تتضمن أطباء اختصاص، تتضمن ممرضين، تتضمن كافة الكوادر الأخرى، وأيضا أدويتهم أدوية خاصة بهم جلبوها معهم، وأيضا في بعض المستشفيات للحوادث والحالات الطارئة فرغنا لهم صالات عمليات ممكن أن يجرون بها العمليات للزوار الإيرانيين. المواد الطبية والإسعافات الموجودة هل هي كافية بالغرض لهذه الزيارة؟ والله الحمد لله والشكر، لحد هذه اللحظة احنا في غرفة عمليات، أي احتياج ممكن أن احنا في نفس اللحظة نوعز إلى مخازن الشركة العامة للأدوية في وزارة الصحة أن نجهز دوائر الصحة، جهزنا دوائر الصحة بما يكفي، لكن الأعداد كبيرة جدا وإحنا على اتصال مباشر لحل أي أزمة. كربلاء المقدسة، طبعا راح نلتقي مع بعض الزائرين المتوجهين إلى هذا المكان العشقي المقدس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صحيح شلونك؟ والحمد لله، الحمد لله زين ان شاء الله. نعم، انا اوصل رساله. تفضل. اوصل رساله للجوار مع حسين سلام بعد نعود السلام زمان عن جل الله تعالى فجاه الشريف لعلو مال المراجعين على رسالته من السيد علي السيستاني الله يحفظه ربي يخليه. اي الله ربي يخليه ويحفظه ان شاء الله. انت من وين؟ انا اخوك من كركوك. من كركوك؟ وين بكركوك؟ كركوك قريه التركلان. اي دوميز حزيران حافظ هنا المدن. اي حافظ كل المدن. وين هاي؟ هاي منطقه تركمانيه. منطقه تركمانيه الشيعيه. ربي يحفظكم اجمع ان شاء الله. شلون جيت من كركوك الى هنا؟ والله جاي الحمد لله امان كل زين، طلعنا الساعه 9 بالليل. 9 بالليل. جيت بسيارات للنجف. اي قلنا راح تروحون مشي. اي مشي. شلون الزياره؟ والله زياره مشهوره الحمد لله زينه كل زين، ولا مفضله كلها الحمد لله والشكر. يعني نعم تعجبنا تعجبنا اليوم ما شاء الله، لما نلقى الكردي والتركماني والعربي والفارسي والافغاني والباكستاني كلها بحب الامام الحسين. اي والله حب الامام الحسين عليه السلام، اللغات كلها تمتزج بحب الحسين. حب الحسين ان شاء الله، حب الحسين جددنا. الله يحفظك. اي والله العظيم. شنو امنيتك؟ امنيتك بهذه الزياره الاربعينيه، امنيتك اللي تطلبها اليوم من الامام الحسين عليه السلام؟ اطلب احفظ احفظ زوار الحسين فردا فردا يا الله، واحفظ شيعة أميمون الأمين المؤمنين بكل مكان يا رب. اي والله احفظهم ويظلون سالمون غانم اللي احلم يا رب العالمين. شكرا جزيلا، نسألك الدعاء ان شاء الله. احمد الله والديكم. احمد الله والديكم. من وين؟ ان شاء الله. مشهد مشهد مشهد. زيارة زين، خدمات خدمات خيلي خوبة، خيلي خوبة، خدمات عالي. ملة عراقي خدمات زين. ملة عراقي مهمان نبات عالي عالي. طعام سكن حامتي عالي. انت الشكل مالتك عربي. عربي عربي عربي. اهلا وسهلا فيكم. الله يحفظك. من وين؟ هاي غماس. وين يعني غماس؟ محافظة الديوانية. وين جاي؟ وين رايح؟ رايح الكربلاء. اروح السيدة زينب عليه السلام. يعني انت هدفك تواصل السيدة؟ نعم 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 الله. شلون المواكب بالديوانية هسه؟ والله الحمد لله والشكر، خدمات زينة رحمة الله الحمد لله والشكر. ويا من جاي؟ واحد انا جيت. قد عمرك؟ انا 28 عمري. 28. اول ما راح تدخل الى كربلاء المقدس ايش راح تطلب من الامام الحسين؟ احفظ العراق ان شاء الله، شيعة خاص بي اطلب. احفظ ماكل اهلي وناسي وقرابي. نعم ربي يحفظهم. رحم الله ودك. بس على زينب تقول زينب سلام الله عليها، تقول متعود اصيح وفيش خلوني يمه، ما عد راس حسين شاوين اشمه. رحم الله ودك. صح الله يسلمك. رحم الله ودك. الله يخليك. طبعا اخوتنا الان تفضل حاج. من وين؟ مرحبا. طهران تركيا. من تركيا؟ تركيا. اسطنبول انقره. اذربيجان غربي. اذربيجان. خدمات عالي. اوكي همه چی. بیا این الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. آها ماشاءالله. حسین سفینه نجات و چراغ روشنایی است. بالاخره همه چی عالی بود، مهمان نوازی و خدمت و نمیدانم جا دادن و هم نه مرحبا. تشکر. با هم هستیم، ترک هستیم با هم.
شكرا. شلونك؟ عيني. ان شاء الله بخير. حبيبي عيني. وين بالاهواز بالضبط؟ انا بهواز اول. مركز المدينه، مركز المدينه. اول سنه تجي؟ انا لا، خمس نوبات. هاي زياره لامي. لامي جايه. نيابه عن والد؟ بالنهايه امي. هي ما صارت بعد انا جيت بشانها. تدعي لك ان شاء الله بالخير. اشكرك عيني، اشكرك. ويوم الجاي؟ انا يبنى حمله. حمله جيتوا مجموعه يعني من منطقه نفسها جيتوا، عن يا طريق جيتوا؟ احنا جينا من كذابه. كلام شمالتنا؟ كذابه، من كذابه جينا. اكو غيرها، اكو غير مدخل. شلون شفت الخدم؟ والله شلون اقول لك؟ وايد شلون اقول لك؟ وايد حلو. طيب اي. ايش قد تحب الامام الحجه؟ امام الحجه؟ تضرينه، ايش قد تحب؟ هو على راسي والله. احنا اذا نمشي انا وياك والمجموعه الزياره ولقينا الامام الحجه ظهر بوسط الزار، شنو رده فعل؟ ما ابي احكيها بنفسي هاي والله. كنت منتظر هذا. اي ربي يخليك. شنو امنيتك الخاصه اللي تطلبها اليوم من الامام الحسين؟ انا بس اريد انا عافيه وسلامه هم على الزوار وهم على العراقيه وهم على الايرانيه وعلى كل الجماعه جايين الزوار الحسين. اشكرك. يحفظك وممنونين. اشكرك عيني وهذا ممنون. احبتي المشاهدين، هذه المشاعر اليوم، مشاعر الزائرين. شلونك انت؟ تعال اصغر زائر. اخبارك؟ شو اسمك؟ علي. علي من وين؟ قريب. انت قريب يعني؟ انت شنو عندكم موكب؟ شنو السالفه؟ لا مو عندكم. تحب الامام الحسين؟ ايه. ايش قد تحب الامام الحسين؟ وايد كثير كثير. علي ويا من جاي؟ ويا ماما. ها؟ ويا ماما. ويا ماما. قول لبيك يا حسين. رجعنا لكم مرة أخرى بتغطيتنا الإعلامية من وسط كربلاء المقدسة، والآن نلتقي بأحد خدمة الإمام الحسين من أهالي المواكب الحسينية في كربلاء المقدسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم وأجورنا وأرجوكم رحمة الله وأتمنى وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، الله يحفظكم. اليوم حدثنا عن خدمتكم للإمام الحسين، حدثنا عن خدمتكم إلى المواكب الحسينية. صراحة احنا موكبنا تأسس من سنة 2005 ومن ذاك الزمان لهذا اليوم احنا مستمرين على هذه الخدمة سنة بعد سنة، زيارة الأعداد تزيد أكثر بعد أكثر سنة عن سنة. صراحة هاي السنة زيارة جدا جدا ثقيلة، تختلف عن كل سنة، تختلف عن سابقها. صراحة كنا احنا 3 وجبات يوميا، حاليا احنا على مدار 24 ساعة خدمتنا نقدم أكثر من 10,000 وجبة يوميا. نعم. طيب اليوم شو تشوفون كثافة الزوار وإقبالها إلى المواكب الحسينية؟ والله سنة عن سنة مثل ما ذكرت لك سابقا، سنة عن سنة أكثر الأعداد تصير عندنا أكثر وأكثر، وكذلك خدمة الحسين عددهم أكثر بأكثر يصير. الحمد لله وأشكر. كم خادم هنا أنه بالموكب؟ يعني حاليا شوفت عينك تقريبا بيهم 50 خادم موجودين على مدار 24 ساعة 3 شفتات. صار كم يوم بلشتوا بالخدمة؟ من يوم 10/0 10/0 باشرنا بالتوزيع الأطعمة. سؤال ده أسأله بكل لقاء. نعم. ما تعبتوا ما مليتوا من الخدمة؟ أبد، أحلى تعب، أحلى تعب صراحة. اللي احنا من تخلص الأربعينية كل هاي الخدم تقعد هنا تبكي. هو اريد ان اوصل لهذا الشيء. نعم. شنو موقفكم وشعوركم عند اخر يوم زياره أربعينية الامام؟ بكاء، بكاء صراحه، البكاء كلها تبكي. تنهارون؟ ما تمان. اكيد اكيد نبكي. تحس كربلاء وحشه 100%. يعني البكاء هو اللي سيطر علينا فقط، حتى الحديث ما نتحدث، فقط البكاء. خدمه الامام الحسين كلهم من كربلاء لو بين المحافظه؟ اغلبهم 90% من كربلاء. من كربلاء. نعم، اهل بغداد شرفونا بخدمة الزوار بصناعة العجين مال لحم العجين، احنا موكبنا مختص باللحم العجين فقط. الله يبارك. الله يحفظكم، اهلا وسهلا. الان نسوي انه انتقاله الى النائب ضياء الحسناوي. استاذ ضياء شرفنا بالجو. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم الاجر. اجرنا واجرك ان شاء الله. احنا دائما نقول عند الامام الحسين تسقط كل المناصب. صحيح. واليوم انه احنا من نشوف انه كل المسؤولين وكل الاخوه مشاركين الى خدمه الامام الحسين. بالبدايه تعازيكم الى الامام الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين. نعزي العالم الاسلامي يجمع بذكرى زياره الأربعين. طبعا الخدمه مستمره في جميع المواكب، منها موكبنا. ان شاء الله مستمرين الى نهايه الزياره. صاركم كم يوم بالخدمه؟ يعني من بدايه الزياره الى الان ان شاء الله. زين اليوم انه شنو شعوركم عندما تخدمون
هذا الكم الهائل من يعني هذا هو حسين. الامر روحاني هو يعني روحانيه تحس روح القداسه كربلاء الحمد لله والشكر مثل ما نوهنا انه الخدمه مستمره لكن المفارقه في هذه الزياره الاعداد اعتقد اكثر من العام باضعاف والامور انسيابيه الخطه الامنيه ايضا جيده الخطه الصحيه ايضا جيده جميع الخدمات ان شاء الله مسيطر عليها في محافظه كربلاء المقدسه الجهود مستنفره من جميع الكوادر الامنيه الصحيه الخدميه طبعا هذا الجهد مشكورين عليه وان شاء الله نقدم ما فيه الاكثر. تشوفون هذه الزياره انه اعدادها اكثر من السنين السابقه؟ طبعا هذه الزياره يعني احنا حسب ما سمعنا بالاخبار انه اعتقد وصل عدد 4 ملايين الان الداخلين من خارج العراق ومن غير الاعداد العراقيين خير وبركه ان شاء الله. طيب اليوم بما انه انت من كربلاء شو توجهون رساله الى كل زائر دخل مدينه كربلاء؟ طبعا هاي مدينه كربلاء هي اول وتالي مدينته لان يعني كل موالي لاهل البيت انه عنده حصه في محافظه كربلاء ندعوهم المحافظه عليها الى دعم محافظه كربلاء دعم القوات الامنيه وان شاء الله هم ما يقصرون. اليوم انه اخر سؤال عند اخر يوم زياره 40 الإمام الحسين عندما يتم رحيل المواقف طبعا انت كربلائي انت كربلائي واني كربلائي نعم. اخر يوم يعني من المحافظه تفرغ احنا نحس يمكن نمر باسبوع كابه نعم. انت تحس بي نعم. وانا حاس بي نعم. حقيقه هذا الشعور كل كربلائي هسه لو يسمعني يعرف انا شنو احكي نعم. فهذا الشعور الكابه اللي يصير بينا بعد ما تخلص زياره جدا صعب وبالايام شوي نقدر نتجاوزه. رسالتكم الى زوار الامام الحسين بالاجمع رسالتنا الى زوار الامام الحسين انه قضيه الامام الحسين هي بحد ذاتها رساله بالحريه محاربه الفساد وغيرها وان شاء الله يتبعون على الله يبارك فيكم شكرا جزيلا في ميزان حسناتكم هنيئا لكم هذا الفضل الحسيني احبتي المشاهدين ومتابعي قناه الايام الفضائيه احنا نشوف ان اليوم هذه خدمه الامام الحسين لا تقتص فقط انه على الكبار والصغار والمسؤولين وكل امتنت الى خدمه الامام الحسين ونشوف هسه انه خدام الامام الحسين الله يساعدك عظم الله لكم الاجر جميعا ان شاء الله شلونكم؟ والله الحمد لله الله يخليك تعبتوا مليتوا احنا من تعب من تعب بالعكس خدمه زوار الحسين من يا محافظه كربلاء مقدسه كربلاء مقدسه كربلاء المقدسه شلون شفتوا زياره الأربعين هاي؟ والله تزيد ما شاء الله سنه على سنه تزيد اكثر ما شاء الله ما تتمنون تخلص الزياره؟ ما نتمنى ابدا كل ارض كربلاء شو تحسون من تخدمون الزوار؟ والله فخر فخر وان شاء الله يم امام الحسين الله يحسن الله عليك يا ابو عبد الله سلام الله عليك الله كلمه الى كل زائر دخل كربلاء شو تقول له؟ والله على راسنا يشرفونا للعدسه للعدسه احنا على راسنا والله يشرفونا ان شاء الله كل سنه وكل هذا نخدمهم ان شاء الله زياده اكثر او اكثر ان شاء الله الله يبارك فيك الله يساعدك حبيب قلب الله يسعدك لكم هذه الخدمه لنا ولكم ان شاء الله عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى أربعينية الامام شلون تشوفون ان الخدمه الحسينيه بكربلاء المقدسه؟ والله الحمد لله التوفيق من ابا عبد الله، التوفيق من رب العالمين ومن الامام الحسين، الحمد لله خدمه جيده ومستمره. تخدمون ايش تسوون؟ شنو اللي تقدمون للزوار؟ احنا يوميا نسوي لحم بعجين ونقدم للزوار لحم بعجين وعصير. شوف يعني الخدم كل من قد يوميا اعداد اللي تتوزعوها؟ والله يوميا يعني من 6 الى 7 اكياس طحين تقريبا اكثر من 8000 قطعه لحم بعجين يوميا نقدم. تحس انه زياره الأربعين لها فد طعم خاص؟ اكيد اكيد حتى بالخدمه لا تنمل اول شيء روحانيه زياره من القلب. طيب شلون دا تتحمل كربلاء هذا الكم الهائل من الزوار؟ هاي معجزه من معاجز ابا عبد الله الحسين وقليله الله عليك يا قليله بحقه جدا. شو تحس عند ما تخدم الزوار؟ والله شنو الاحساس اللي يصيبك يعني من اعماق قلبك؟ ننتظر جيه الزوار يوم يوم يشهد الله بلهفه بحب كانه اهلنا جايين بالشارع مو زوار من غير محافظات. هم طبعا اهل محافظه مو زوار. احنا الخدام هم اهل البيت. والله نتشرف بخدمتهم. شرف من هذا شرف من نقول انه هم الملوك ونحن الخدام. كل خادم بالدنيا مذلول الا خادم الحسين. خادم للحسين والزوار الحسين ورافع راسه. شو تحس اخر يوم بالخدمه الحسينيه اخر يوم الزياره؟ والله كسره فقدان عزيز ماكو اعز منه. كسره فقدان واحد من اهلك. تحس المواكب انه يتعلق بالزاير يحس انه واحد من عائلته أكيد. من راح اكيد قلت لك اهل هم اهل بيته واحنا خدام. فمن يروحون ويرجعون لاهلهم سالمين غانمين طبعا هذا شيء مفرح لكن مو بنفس الوقت
اذيه انه يعني خدمتهم شرف ما بعد شرف. شوف يعني هسه حتى احنا نلاحظ ان الخدمه الحسينيه والمواكب الحسينيه دا توزع هذا الكم الهائل، انه يعني مو شيء بسيط من 20 مليون زائر الى اكثر من 20 مليون زائر دا 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 يتقدم لهم الاكل الريوق والغداء والعشاء كلته بهذا الكم الهائل، يعني هذا بحد ذاته انه عبرت كلمه العزوبي. اعجاز 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 حقيقه. يعني هذا الكم الهائل هسه باي دوله، شوف انت موسم الحج بالسعوديه شيء بشيء يذكر، مليونين الى ثلاثه يصير زخم. اكل ماكو وهواي هواي امور، بينما يعني زياره الأربعين رغم هاي الاعداد الهائله الحمد لله والشكر رب العالمين وفر خدام يخدمون زوار الحسين. لاحظت انه اكو فد امور انه كنت فاقديها، انه من ارتفاع الاسعار مثلا الثلج المي السنه الماضيه والان انحلت من هذا الشيء. والله ماكو، كل ارتفاع بالاسعار ماكو، كل شيء اكو اشياء نزلت اسعارها بالعكس، لان وفروا الجهات المعنيه وفرت الاشياء المحتاجيها الناس بكثره، ما خلوا شيء يعني ناقص بالسوق. الحمد لله، الف الحمد لله. شلون تشوفون كثافه الزوار هذه السنه من الايرانيين من العرب من اللبنانيين من يعني شوف احنا كل الدول هسه من كل دول العالم اجت، من كل دول العالم، من اوروبا من افريقيا من اسيا من استراليا من كل دول العالم موجودين، والحمد لله والشكر الوضع تمام ومسيطرين، وان شاء الله نقدم الخدمه اللي نقدر عليها واكثر واكثر. هنيئا لكم هذه الخدمه الحسينيه. الله لكم ان شاء الله يديمكم خدام للحسين. اذا احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه مستمرين بتغطيتنا الاعلاميه من وسط كربلاء المقدسه، ونشوف هذه انه الجموع المليونيه والحشود المليونيه. خلي انه يفوت انه الخادم الله يبارك بيكم على هذه الخدمة الحسينية. احنا نشوف انه كل خدمة الامام الحسين وكل المواكب الحسينية من طوينا يوم بعد يوم يوم بعد يوم ده يقدمون اكثر واكثر الى هذه الزيارة الى هذه الخدمة اليوم المليونية، الا وهي خدمة ابا عبد الله الحسين واخيه ابا الفضل العباس. احنا دائما نقول انه كربلاء المقدسة نوصفها بالخيمة الكبيرة التي يستظل تحتها جميع دول العالم وجميع محافظات العراق. اليوم أنه هذه الخيمة ألا وهي قبة أبا عبد الله الحسين وأخيه أبا الفضل العباس عليهم السلام. أكيد أنه جهد أمني واستخباراتي عالي، شكرنا وتقديرنا إلى الجهات الأمنية من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، كل الجهات الأمنية المشاركة بهذه الزيارة المليونية ألا وهي زيارة أبا عبد الله الحسين عليه السلام. وأكيد شكر خاص إلى العتبات المقدسة من الأمانة العامة للعتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدسة وكل الدوائر الخدمية المشاركة في هذه الزيارة المليونية. وأكيد لا ننسى أنه الدوائر الصحية التي ساهمت وكان لها دور كبير في هذه الزيارة المليونية. ماخذين فاصل وراجعي لكم إن شاء الله. وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أوافيكم الآن من مدخل مدينة الكوت، هذا الطريق الرئيسي الذي يربط من منفذ زرباطية الحدودي مرورا بناحية زرباطية ووصولا إلى قضاء بدرة ومن ثم إلى ناحية جصان بعد ذلك إلى مدينة الكوت. في الأعوام الماضية كانت هذه المواكب منصوبة في منطقة الخاشية داخل مدينة الكوت، لكن بسبب الزحامات المرورية والزخم الكبير على هذه المدينة تم تحويل طريق الباصات الكبيرة التي تقل الزائرين من المنفذ الحدودي إلى مدينة الكوت، تم تحويل مسارها عبر الطريق الحولي، ما دفع أصحاب المواكب الحسينية لينقلوا مواكبهم إلى هذه المنطقة. المواكب الحسينية تعمل على قدم وساق وعلى مدى 24 ساعة. فيما يخص المنفذ الحدودي وحسب إحصائيات إدارة منفذ زرباط الحدودي منذ أسبوعين وإلى غاية الآن تم دخول ما يقارب 1,700,000 زائر إيراني خلال الأسبوعين الماضيين. فيما يخص المغادرة، المغادرة بدأت مبكرا هذا العام، تم مغادرة ما يقارب 400,000 زائر إيراني إلى حد هذه اللحظة. خلال 24 ساعة الماضية تم دخول ما يقارب 160,000 زائر إيراني. فيما يخص يعني المغادرة أيضا تم مغادرة 50,000 زائر إيراني خلال 24 ساعة الماضية. المنفذ يعمل على مدى 24 ساعة، تم مضاعفة العناصر الأمنيين والمدنيين داخل المنفذ لتسهيل عملية دخول الزائرين وتسريع هذه العملية. المنفذ لم يشهد أي زخم مروري. على صعيد المواكب الحسينية هنالك أكثر من 2000
و500 موكب حسيني منتشرة على طول طريق الزائرين في المحافظة من جنوب المحافظة وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة بابل. للحديث أكثر عن المواكب الحسينية وما تقدم هذه المواكب ينضم إلي أحد خدمة المواكب. السلام عليكم حاج. عظم الله أجركم. تحدثنا باختصار عن عمل هذا الموكب الحسيني، إيش قصر لهنا منصوب، شنو أبرز الخدمات اللي يقدمها الموكب، الأكلات اللي تقدموها، الأوقات اللي تعملون بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعز الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الحقيقة اليوم العاشر على التوالي وطريق بدر يشهد الحشود المليونية من الزائرين. صار 10 أيام نفس الخدمة نفس المواكب نفس الإقامة الحمد لله والشكر. الحقيقة زيارة كل سنة يعني احنا نشوفها في تزايد. العام منفذ بدر مو مثل السنة، يعني السنة كانت الزيارة أثقل وأضخم وأوسع. والحقيقة وصولا إلى طريق الكربلاء الشومالية خصك بالذكر الحلة الطويريج دخونا للكربلاء، المواكب موجودة وقائمة والحمد لله وشكر لله الفضل. الخدمات اللي تقدموها بهذا الموكب، شنو أبرز الخدمات اللي تقدم بهذا الموكب بالتحديد وهاي النقطة؟ الحقيقة الزائر كل شيء بهذا الموكب وكل المواكب، يعني ما خصك بالذكر موكب واحد، من مأكل من مشرب من منام من يعني كل اللي يريده الزائر هو يتوفر وموجود الحمد لله. فيما يخص أنواع الطعام اللي تتقدم بهذا الموكب، يعني أنواع الطعام يعني هو كنا العراقي أكيد. نعم الحقيقة العراقيين غنيين عن التعريف بهذا الجانب، يعني الأكلات اللي ما لذة وطاب الزائر يلقى اللي حتى ما يجي على بالك اللي موجود من مأكل من مشرب من شاي من خدمات إلى آخره. العراقيين يعني ما يحتاج، هم سباقين بهذا الشيء وشاد الجانب الإيراني الحقيقة بهاي الناحية وبهذا الجانب. أنا وياك لاحظ أنه الخدام على الشارع العام يقدمون الطعام والشراب للباصات يعني على الماشي. نعم حتى لا يحصل نعم يعني زحام مروري ايضا. شلون يتم تقديم الخدمه؟ التنسيق مع دوائر المرور؟ الحقيقه هناك تنسيق مع المرور مع دوائر المرور مع الشرطه الاتحاديه، هذا التنسيق موجود. الزائر الايراني يعني اكيد هو جاي من مناطق بعيده، جاي متعب مرهق يعني صعبه يكون تحويلته وياكل ويشرب، ننطيه الخدمات توصل له للسياره. هو داخل الحمد السياره لله ويطلع مباشره الى كربلاء يعني الاكلات الخفيفه النطي اللفات الاكلات الخفيفه الشاي السريع يعني الوجبات السريعه نقدر نسميها يعني الحمد لله. بعض الاحيان يعني نمر منا وبعد الساعه 12 بالليل بعد ما نعود من المنفذ نشاهد انه المواكب هذه تعمل ومستمره، شلون تقسمتوا شفتات؟ شفت صباح شفت مساء؟ يا اخي العزيز المواكب موجوده، موكبنا يخصك بالذكر يبقى للفجر، خدمات نفس الخدمات اللي دا تشوفها الان، الاكل اللفات الشاي الاكلات السريعه انتهى للفجر يلا يخلص موكبنا. اما المواكب الباقيه لها موجوده بالنهار بالليل باي وقت. موفقين ان شاء الله عظم الله اجرك. ان شاء الله. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه كنا معكم وهذه التغطيه المباشره من شبكه مراسلينا في جميع المحافظات العراقيه لهذا الحدث العالمي، هذا الحدث المليوني وهي زياره أربعينية ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. كنا معكم وشاشه قناه الايام الفضائيه، انتظرونا يوم غد الساعه 5 وتغطيه ايضا مستمره ومباشره من جميع المحافظات العراقيه. عظم الله اجورنا واجوركم.